أنا بشرى البرناوي، حنشرح إن شاء الله محاضرة السيريبرال بالسي. المحاضرة كلها نيورو، فالناس اللي يكرهوا النيورو يعني أعانكم الله على ما أصابكم، أما اللي يحبوا النيورو يعني حتنبسطوا. طيب، بس هي المحاضرة والله سهلة وحلوة، يعني صح إنه حقول مصطلحات نيورو مرة كتير بس إنه سهلة. طيب، شوفوا، أنا مشيت على السلايدز، يعني ترتيبها ما عجبني، والصراحة السنة اللي فاتت لما كنت أذاكر المحاضرة ما شفت سلايدز أبداً، خلاص يعني كده في ترتيب حلو للشرح. لما نخلصه نرجع للسلايدز مرة ثانية نشوف إيش الأشياء اللي نسيناها يعني. طيب، في البداية بس حقول إيش هو السيريبرال بالسي. لما نقول سيريبرال بالسي إحنا ما بنتكلم عن واحد ديزيز، هو دائماً يقولوا له أمبريلا فيها تحتها مليون ديزيز، طيب، أشكال والوان، بس إنه مجموعها في النهاية باسم سيريبرال بالسي، وتقريبا هي نفس الستروك في الأدلت. يعني الحين لما نتكلم كل شيء زي الأدلت، حتى في المانجمنت في كل حاجة، ما عدا إنه الباثوفيسيولوجي شوية يختلف. طيب، فزي ما قلنا لها خواص الستروك. طيب، من البداية نقول كده ونتفق إنه الكوزز حقتها من البداية. ميوت يا بنات، صوت يقطع، لحظة شوف. لا تمام، مزبوط. طيب تمام، أيوة انفصل. طيب، فالكوزز من البداية عشان نعرف هي ما تهمنا، يعني ما يهمني في السؤال في الاختبار يجيبوا لي هذا النون وكان كيف بطن أمه، جاله انفكشن ولا ما جاله انفكشن، مو مرة مهم. طيب، ولكن عشان الكلاسيفيكيشن للسيريبرال بالسي أحيانا يتكلم يسوي يعني كلاسيفيكيشن عن طريق الكوزز، اللي هو إيش، إنه متى صار، متى جاء الانسلت هذا للبيشن، فيقسموها يا إنه تكون برينيتال، يعني هو في بطن أمه كل الأسابيع انتراليترين، أو بيري نيتال، يعني حوالين الولادة، قبل الولادة ب I think إنها أسبوعين، إلين بعد الولادة بستة أسابيع هذه تعتبر بيرينيتال، صراحة ما أدري، ما يفرق. طيب، وبعدين عندنا بوست نيتال، هذه هي اللي بعد الولادة. طيب، مثلا نقول برينيتال يعني مثلا جاء للأم إنفكشن اللي هي زي التورش إنفكشن، أخذت فاكسين في وقت الحمل كان المفروض ما تأخده، كانت تأخذ كحول، أي شيء زي كده. طيب، هذه كلها برينيتال. البيرينيتال اللي هو مثلاً في وقت الولادة جاء للبيشنت أسفكسيا، عشان حنتكلم عنها كثير الحين، أسفكسيا، طيب، اللي هي ينقص الأكسجين على الدماغ في الجسم كله، بس أكثر الأورجان أكثر هو الدماغ. طيب، مثلاً إيش كمان، تلف الأمبلايكال كورد حوالين راسه، حوالين رقبته، المهم، وبرضه نقصت الأكسجين. طيب، هذه كلها بيرينيتال، أو ديفيكلت ديليفري، كلها تعتبر بيري. بوست نيتال يعني زي مثلا لما يقولوا لكم جاله منينجايتس، جاله انسفالايتس، جاله اسمها هيدروسيفالس. طيب، هذه كلها بوست نيتال، ما يفرق معانا ايش الكوز. الحين لما نتكلم عن الديزيز نفس الديزيز اللي تحت السيريبرال بالسي، حنقول عن كل واحد ايش الكي ووردز حقتهم. طيب، هذا واحد كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الثاني يقولوا لكم انه حسب السيمبتومز اللي حتجيكم هي فين بالضبط ضربت، ويتش بارت اوف برين، هل ضربت اللي هي ابر موتور نيورون ليجن ولا لور موتور نيورون ليجن. طيب، كل واحد حيجيكم بسيمبتوم معين. طيب، الكلاسيفيكيشن اللي بعده بيتكلم عن هذه المكان والبرينيتال، ايش كمان، عن اللمز اللي ظهر فيها، هل هي مونو بليجيا ولا هيمي بليجيا ولا داي بليجيا ولا ايش بالضبط. طيب، فهي كده بريف للسيمبتومز، عشان كده اقصد الكوزز مره مو مهمه معانا. طيب، خلصنا من الكازيز، نجي نتكلم عن الأعراض. الأعراض اللي تظهر حتكون حسب المنطقة اللي تأثرت في البرين أو في السباينال كورد أو ما أدري حسب. طيب، بس إيش مشكلة هذه لازم دحين نعرفها، إنه مشكلة السيريبرال بالسي هي حتى لو جاء للبيشنت يعني الإنسلت صار حوالين الولادة أو خلال الأسابيع، ما حيظهر على البيشنت إلا بعد شهور.
الأهل ما حيجوكم في الطوارئ أو في العيادة ويقولوا ولدنا صار في مشكلة إلا بعد شهور يعني، عشان كده خلاص إحنا كده كده ما حنلحق البيشنت هذا، إلا إذا مثلاً إحنا كنا حاضرين وقت الولادة وصار للبيشنت أسفكسي في وقت الولادة، فذاك الوقت خلاص إحنا نتوقع إنه في المستقبل إيش؟ أنا بعتذر إنه بقطعك، بس لو سمحتي ممكن بس شوية تبطئي. طيب أنا لسه يعني بقول بريف، بعدين حرجع أقول الكلام كله بالتفصيل، وبعدين حنمشي مرة تانية في الـ سلايدز. أيوه سلايد ممكن تعرضيها؟ هي معروضة أيوه، بس لسه أنا ما بشرح السلايد. لا مو معروضة، أشوف. أوه معليش. طيب أوكي طيب تمام. فيعني ما قلت حاجة إنه برينيتل وبيرينيتل وبوسنيتل. بعدين تكلمنا عن الأبر موتور نيورون واللور موتور. طيب بنتكلم عن الأعراض، إنه الأهل ما حيجوكم إلا بعد ما خلاص يعني طاح الفاس بالرأس، ما نقدر نعالج السيريبرال بالسي لأنه هو بيرمنت. طيب فدائما كيف البرزنتيشن اللي يجيكم بيه البيشنت والأهل، إنه يقولوا لكم صار عنده ديلي في واحدة من المايلستون، عارفينها صح المايلستون الأربعة اللي هي الجروس موتور والفاين موتور واللانجوج وال إيش كمان اللانجوج وال نسيت الأخيرة. أيوة السوشيال صح أيوة تمام. فيقولوا لكم ناقص منها واحد. طيب دائما الموتور لازم تلاقوا الجروس موتور دائما ناقص عندهم. طيب فإنه في عندهم ديلاي في الديفلوبمنت، مثلا ما صار لما جاء وقت الجلوس على 6 شهور ما جاء نفس البيشنت، فيقوموا يجيبوه خايفين إنه إيش بتأخر وما أدري إيه، ما مشي على سنة. طبعا إحنا نعطيهم فرصة إلى 1.5 سنة على المشي، وبعدين لازم تكونوا حافظين الجدول. طيب مو كله يعني، بعض الأشياء المهمة اللي موجودة في المحاضرة. المهم إنه الموتور لازم يكون موجود في كل البيشنتس with cerebral palsy. بعدين بقية السيمتومز زي اللانجوج والإنتليجنس وما أدري إيش هذه حسب البيشنت يعني، مو شرط تجي عندهم كلها. طيب هذا بالنسبة للسيمتومز يعني، حنرجع نعيدها من جديد بس بقول بريف. طيب أوكي نيجي نعرف دحين، خلاص نبدأ نمشي بالتفصيل، نعرف إيش هو السيريبرال بلسي. السيريبرال بلسي له تعريف مرة مهم، إنه لازم يعني هذه الكلمات لازم تكون موجودة مو في السؤال بس أنتوا لازم تكون في بالكم، اللي هو إيش؟ persistent. طيب persistent أو permanent كله نفس المعنى، persistent permanent weakness. طيب الويكنس يعني إيش؟ ضعف، ما بي سواء ضعف في الأيادي والأرجل ما يقدر يمشي ما يقدر يحرك يده، أو ضعف حتى في الترنك فأصلاً جلوس ما كان يقدر يمسك نفسه إيش. طيب فهي persistent أو permanent weakness، non progressive و non inherited. طيب كلمة non progressive مرة مهمة، يعني راح يقولوا لكم من أول ما بدأت الأعراض هو ما هو قادر يجلس، بعد سنة برضو ما هو قادر يجلس، مو سبحان الله بعد سنة تحول صار ما هو قادر كمان ينام، ما هو قادر مدري إيش يعني عرفتوا. فهي إذا بدأت السيمتومز بشيء واحد ما حتتغير يعني، ما حيصير لها ديفلوبمنت من البداية، مثلا يكون loss of sensation في الأرجل بعدين فجأة يصير ما يقدر يعني بعد كم شهر إنه يصير عنده respiratory symptoms و respiratory depression، هذه progressive، فهذه أبدا ما تكون cerebral palsy، على طول نستبعدها. تمام؟ فإذا لقيته في السؤال حاجة progressive على طول نستبعد cerebral palsy من دماغنا. الشيء الثاني non inherited، لو لقيته في السؤال إنه ده البيشنت عنده أمه وأبوه وجده وخاله وعمه عندهم نفس الديزيز، أو قالوا لكم ما والله هذه البيشنت لما كانت حامل عملت اللي هو الجينيتك سكرين لقيت إنه في ميوتيشن أو حاجة، وهذه inherited، فأبدا برضو مو cerebral palsy. cerebral palsy زي ما قلنا أسبابها بتكون جات insult كده وخربت البرين قبل الولادة وبعد الولادة أو خلال الولادة. تمام؟ ف
فإذا لقيتوا حاجة inherited or progressive على طول نستبعد السيريبرال بالسي. ولازم تكون permanent وبرزيستنت، يعني لما نيجي نكلم الأهل عن السيريبرال بالسي ما حنقول لهم والله حيتحسن بعد شهور، حيتحسن بعد مثل كم، ما حيتحسن. تمام؟ فإحنا حتى لما نعالجهم بالفيزيوثيرابي وكده إحنا ما بنحسن الأعراض، إحنا بس بنساعدهم عشان نحسن الكواليتي أوف لايف بس يعني. طيب حنجيها هذه النقطة. طيب هذا هو التعريف حق السيريبرال بالسي. فأول مفتاح هذه الثلاثة كلمات اللي لازم نعرفها. طيب يعني أو خلي الديفرنشال دايجنوستس بعدين. طيب في السيمتومز عامة زي ما قلنا إحنا لازم تجينا موتور ويجينا أي سيمتومز ثانية. طيب لكن إذا جاتنا موتور سيمتومز هي اللي لازم أصلا تجي، فنقسمها حسب السيمتوم هذا كيف جات. سباستيك سيمتومز ولا نان سباستيك. طيب السباستيك سيمتومز هذه معناتها هي أبر موتور نيورون، فاكرين أبر موتور نيورون اللي هو إنه يجيكم بهايبر تونيا وهايبر ريفلكسيا وكل شيء أب أب أبر أب، كل شيء أب، كل شيء مرتفع، حتى البابينسكي ساين موجودة. طيب هذه سباستيك. طيب أو إنها تجي نان سباستيك هذه تنقسم لإثنين، يا تكون ديسكاينيتيك، فاكرين فين أخذنا الديسكاينيزيا؟ ديسكاينيزيا تجي مع مين؟ اللي هي زي الكورية تريمور بالضبط البيزا جانجليا في الباركنسون ديزيز، فالديسكاينيتيك على طول يشبه الباركنسون ديزيز. طيب أو النوع الثاني ممكن تكون أتاكسيك. أتاكسيك يعني يكون عنده أتاكسي سواء ترانكل أو بيريفرال، يكون عنده ديسمتريا وكذا. طيب هذه الديسمتريا والأتاكسي تيجي مع مين؟ بيجي في أي مكان؟ سيريبيلم. ممتاز السيريبيلم. طيب فخلاص مرة سهلين الديسكاينيتك والأتاكسيك، حنشرحهم بعدين بس هم يعني هي كلمتين. نجي للسباستيك. السباستيك هي مرة مهمة، زي ما قلنا أبر موتور نيورون ليجر، فحتكون كل شيء أب. تمام؟ طيب نفس السباستيك تنقسم لأقسام تانية حسب إيش؟ حسب الليمب المتضررة هنا. طيب نتفق من البداية إنه إذا خلي السيمتومز دحين نجي نتكلم عنها، لكن إذا جاكم في الإكزامينيشن فيزيكال إكزامينيشن فالسباستيك كلهم لازم تلاقوا الليجن أوف أبر موتور نيورون، وحتلاقوا كمان مايكروسيفالي. ليش مايكروسيفالي؟ لأنه ده البيشنت هو من هو صغير، ترى إحنا يعني أول ما نتولد بنكون سايز البرين صغير، خلال سنتين نوصل للسايز الطبيعي اللي إلين دحين إحنا عايشين به. طيب فإذا جاء إنسلت للبرين خلال الديفلوبمنت هذه خلاص يوقف الجروث، وفي النهاية تلاقوا إنه عنده مايكروسيفالي والسوتشرز حقة السكال تقفل من بدري. تمام؟ المهم إنه المايكروسيفالي دي حتلاقوها في كل السيريبرال بالسي، فنتفق من البداية إنه في السيريبرال بالسي عندنا في الفيزيكال إكزامينيشن حتشوفوا حاجتين. طيب أبر موتور نيورون ليجن يعني هايبرتونيا وهايبر وريجيديتي وكده، والتاني اللي هي مايكروسيفالي في كلهم ما عدا الشيء الوحيد اللي حنلاقي فيه له لور موتور نيورون ليجن اللي هي أتاكسيك. طيب الشيء الوحيد the only disease of cerebral palsy with hypotonia hyporeflexia lower motor neuron lesion is ataxic type. تمام؟ طيب نرجع للspastic type. قلنا اتفقنا إنه physical examination يجينا دي الحاجتين، وفي أشياء تانية مرة كثير بس إحنا يهمنا في الأسئلة في الاختبار إنه دي الحاجتين تكون موجودة، هي الفريق لنا بين cerebral palsy والشيء الأشياء differential diagnosis الأخرى. طيب الشيء الثاني إنه لما نيجي نسوي investigation أو يسألونا حرجع للأنواع أو يسألونا عن investigation إيش الديفينيت diagnostic test، حنسوي MRI كده على طول، نقول MRI. طيب فالdiagnostic test is MRI لهم كلهم بدون exception. تمام؟ طيب نعتبر إن السيريبرال بالسي زي الستروك في الكبار زي ما قلنا. طيب ليش الستروك نعمل سي تي وفي في البيديا نعمل ام ار اي؟ عارفين ليش؟
عشان الراديشن. عشان إيش؟ راديشن. أوكي الراديشن. طيب أقول لكم في نونات ممكن يكونوا طاحوا مثلاً على دماغهم وفكرني إنه جاهم هيمرج. إيش حنسوي لهم البيس موداليتي؟ حتكون سي تي. فإحنا ما هنا ما بيهم صحيح إننا نحاول إننا نقلل الراديشن إيوة. بس إنه ما يعني ما هي العائق الوحيد إنه راديشن عشان ما نعرضهم على الراديشن أو شيء. لا بس أنتوا عارفين إحنا ليش نسوي سي تي أصلا في الأدب؟ قولي. مجرين اصلا ومور ديتيلد الامارات. ايوه انت وكمان اللي قالت سوفت تيشو كلكم صح، لانه اصلا احنا حتى لما بنعمل سي تي في الادلت في الستروك ترى احنا ما بندور على سكيميك ستروك يعني نشوف تغير في التيشو، احنا بس نبغى نستبعد الهيموريجيك ستروك ترى، لانه البلد هو الوحيد اللي يبان في السي تي من اول ما يبدا. السكيميك ستروك تحتاج 24 ساعه حتى تظهر العلامات حقت السكيميك ستروك تمام في السي تي، عشان كده طبعا هو بيبي. وكمان احنا المشكله حقت السيريبرال بالسي كلها اصلا اسكيميا، فنحتاج حاجه تبين لنا السوفت تيشو من اول ما تيجي الانسلت، ما نقدر يعني ما حنستنى 24 ساعه عشان نشخص، فالام ار اي هي اللي تبين لنا الديتيلز وتبين لنا السوفت تيشو تمام. فلو سألوكم إيش الموداليتي، جانا سؤال في الاختبار إيش اللي هتطلبوه، فحنختار إمارة تمام. كده البديهيات عرفناها من البداية، فإحنا دحين عندنا أربع أسئلة نقدر نجاوبها في الاختبار، اللي هي إنه نختار إماراي، إيش حنشوف في الإكزامينيشن، أبر موتور نيورون ما عدا الأتاكسيك والمايكروسيفل اللي حنشوفها، وبعدين إيش الشروط حقت السيريبرال بالسي إنه بيرزيستنت ونان بروجريسيف ونان إنهيريتيك، وإيش كمان نسيت ما قلتها، وإنه the only one اللي هو lower motor إنه الأتاك تمام. طيب خلينا أضيف الصفحة بيضة هنا لأنه خلص المكان. طيب كده خلصنا الموداليتي، نجي للأنواع مرة تانية. قلنا عندنا أتاكسيك والتاني قصدي أسباستيك، والتانية اللي هي نان أسباستيك تمام. أسباستيك تنقسم لأنواع مرية كتير ترى، بس اللي هي منها ثلاثة أنواع. أوكي الأنواع هذه تختلف باختلاف الليمز المتأثرة بها، فحنمسك أول نوع. طيب أول نوع يقول لكم أسمع القصة هذه. patient جال يعني الأم ما أدري حسب الإنسلت اللي جاها، المهم إنه كان عندها لازم تولد بريتيرم تمام. بريتيرم فالبيبي حيكون بريماتيور صح، حيتولد تحديدا من الأسبوع 26 إلى الأسبوع 34. هذه الأسابيع إيش فائدتها؟ دي الأسابيع في الإمبريو بيصير فيها development أوريكم هنا في الأناتومي. شايفين هذا المكان اللي هو اسمه باراسيجيتال، يعني الحين لو وقفنا بيشت قدامنا وطالعنا فيه كده من وجهه لو شفتوا الفرقة دي اللي في النص، هذا سيجيتال سيكشن. فالمهم حوالين السيجيتال سيكشن اللي هي زي السيجيتال سوتشر، هذه نسميها باراسيجيتال، هذه اللمس اللي هناك، فهي الميديال سايد يعني من كل هيمسفير. المهم إنه هذا المكان الديفلوبمنت للفاسكولر سبلاي حقها بيكون خلال دي الأسابيع اللي هي من 26 لأربعة وثلاثين أسبوع تمام. فتخيلوا إنه هذا البيبي أتولد في هذا الوقت، فالديفلوبمنت لسه ما صار صح، undeveloped. طيب الفاسكولر إيش اللي حيصير؟ ما في فيزلز هناك واصل لهذه التشوز، هنلاقي إنه التشوز صار لها إسكيميا صح، وفي النهاية بعد الإسكيميا يصير لها infarction. طيب طيب الإنفاركشن في هذا المكان كيف حيطلع لنا as symptoms؟ مين هنا represent في الميديال سايد؟ هذا اللي أنا مؤشرته اللور limb صح؟ أيوة. فاللور limb هي اللي حتتأثر أكثر، ولكن عشان السيريبرال بالسي هي ما بتمسك مكان واحد، يعني هي ما هي بيور زي الستروك. الستروك إيش مشكلته؟ إنه واحد من الشرايين هو اللي انسد
طبعاً إسكيميك ستروك. واحد من الشرايين انسد، فالتريتوري حقت هذا الشريان بس هي اللي حتتأثر. لكن في السيريبرال بالسي المشكلة مو في الشريان، المشكلة إنه الديفلوبمنت لكل المكان هذا. فممكن تلاقوا شوية لور ليب وممكن شوية تلاقوا كده جاي على الأبر ليب، ولكن إذا لقيتوا دومينانت، لازم كلمة دومينانت، دومينانتلي لور ليب، فخلاص هذه على طول اسمه دايبليجيا. ايش يعني؟ يعني انه عندنا الفور ليمبس كلها متاثره الابر واللور، ولكن دومينانتلي اللور ليمب هي اللي فيها سيمتومز اكثر شيء. تمام، طيب هذا اول نوع. طب هذا السبب الاول انه ما صار لها ديفلوبمنت، فعشان كده احنا نلاقي انه من الريسك فاكتورز حقتها اللي هي انه يكون البيشنت بريتيرم. تمام، صار له بريتيرم او بريماتيور ديليفري. طيب في سبب تاني يقولوا لكم مش هو، انه برضو بسبب انه هذا البيشنت بريتر اللي بيصير في الفنتريكلز، مو هنا في عندنا فنتريكل هنا في الفراغ هذا المفروض يعني صح، ايش اسمه اللاترال فنتريكل، تمام، اللي هو فيه له السي اس اف. طيب الفنتريكلز هذه فجاه يصير فيها هيموريج لانه كل اللايننج حق الفنتريكلز هذه ضعيف. طيب فمن اول ما يصير له اسكيميا على طول اللايننج هذا كده هو اصلا فراجايل، فعلى طول شويه شيء يخليه يعني ينزف. فالمهم انه صار عنده نزيف وانترا فنتريكولار هيموريج. هذا الهيموريج من كتر ما هو يعني كبير صار يضغط على الوايت ماتر اللي حوالينه. طيب صح، هذا كله وايت ماتر، فين الجراي ماتر اللي هو البسل كورتكس. المهم انه الوايت ماتر هذه اللي حوالينه هي اللي انضغطت، ففي النهايه ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا حاجة إنه الوايت ماتر تبدأ يصير لها degeneration. هذا السبب الثاني، degeneration of white matter بسبب الانترا فنتريكولار هيمرج. أكتب معايا عشان أنا ما بأكتب كل يعني اسم كل المصطلحات. المهم إنه degeneration هذا بعد ما صار والهيمرج بعد ما صار كون لنا holes. يعني لو شفنا في الMRI، ما إحنا قلنا إحنا نطلب MRI، هنشوف فراغات كده حفر في المكان. المهم هذه إيش نسميه إذا لقيتوه في الكتب؟ الصراحة مرة مو مهم وما أنشرح لنا، ولكن إذا لقيتوه في الكتب هتلاقوا اسمه ليوكو ماليشيا. ماليشيا يعني دائما نقص أو حفرة أو شيء زي كذا. طيب ليوكو يعني أبيض، فهم مقصدهم إنه الوايت ماتر صار له ديفكت. أوكي، ديفكت في الوايت ماتر، فهذه الهولز. طيب والمكان اللي صار له ليوكو ماليشيا نفس المكان هذا اللي هو اللي ريبريزنت اللور ليب. عشان كده الدايبليجيا تجيكم ممكن بسببين، يا يعني انه بسبب انه الاسكيميا انفاركشن لانه الانديفلوب بلاد فيزل، او انه السبب الثاني بسبب الهيموريج اللي صار، يعني بسبب الاسكيميا صار عندنا هيموريج والهيموريج ضغط على الوايت ماتر، في النهايه سوى لنا ليكوماليشيا وهنا ريبريزنت اللور ليب. طيب ولكن زي ما قلنا الوايت ماتر هذا المكان في له اللور ليمب، في له هنا ايش اسمها الراديشن هذه اللي جايه كذا. طيب بعدين تدخل هنا في الانترنال كبسول صح، فهنا الليمب ايوه الكروني راديته. الكروني راديته هذه فيها اللور ليمب وفيها الابر ليمب كلها، هي تاثر على اللور ليمب اكثر ولكن جاي منها شويه ابر ليمب. عشان كده لما تشوفوا انه الدايبليجيا شويه الابر ليمب فيها هايبرتونيا، فيها هايبر ريفلكسيا بس اخف من اللور ليمب. تمام، طيب زي ما قلنا حتلاقوا انه عندهم بوزيتيف بابينسكي ساين. ايش هي بابينسكي ساين؟ اللي لما نجيب حاجه كده بارزه زي القلم او المفتاح ونمشي من الرجل، دحين اقرا الاسئله، من الكعب الى الاصابع المفروض يصير عندنا فانينج للتوز، لكن هذا البيشنت حيبقى up going toes. طيب إذا up going فمعناته هذا upper motor neuron اللي هي اسمها Babinski sign، positive Babinski sign. طيب حضر السؤال. أيوة الميكروسيفلوس في كل السي بي، طيب مع الأبر ولا lower motor. طيب لانه لو تلاحظوا دحين الاماكن لما
البرين، سواء نفس البرين سواء في البيزل جانجليا أو في السيربيلم، فخلص على طول كلهم حيصير لها مايكروسيفلس. طيب إيه زي هي بي في إل اللي هي بير فينتريكولر ليكوماليشيا، يعني أي أحد يتولد بريتيرم يكون عنده ريسك لده النوع من السيربيلال بالسي. هذا البريتيرم is risk factor، فهمت؟ دائما الريسك فاكتور مش معناه إنه هو كوز، هو يزيد النسبة الخطر. لكن البيشنت ممكن يكون عنده أي حاجة تانية من الأسباب اللي قلناها في البداية اللي هو بري نيتال بوست نيتال وزي كده. طيب يعني ممكن يكون الأم أصلاً جاها إنفكشن خلال الحمل، وهي اللي هو الإنفكشن ده أثر عليها وأثر على الأم، وكما قلت أثر على الأم على البيبي فخلاه يتولد بيتير، فالاثنين مع بعض أثرت على البرين. طيب فالبريتيرم هذه ريسك فاكتور مش كوز. طيب هذا النوع الأول. النوع الأول اسمه إيش؟ دايبليجيا. طيب معلومة مرة مهمة وجاتنا في الاختبار، دايبليجيا is the most common إيش؟ بس كل السيريبرال بالسي الهيمبليجيا الدايبليجيا هو أكثر شيء، وبالذات من السباستيك تايب هو أكثر شيء. تمام؟ The most common cause of cerebral palsy is diplegia أو type of cerebral palsy diplegia. جاني السؤال كده بالنص كيس مرة طويلة، بعدين في نهاية السؤال يعني recall question. طيب الشيء الثاني كده سؤال برضو recall، يقول لكم إيش the most common cause of weakness في البيدياتريك بالذات الانفنت، الانفنت يعني قبل عمر سنة، إيش the most common cerebral palsy. تمام؟ ولو سألكم إيش بالضبط من السيربيل بس حتقولوا إنه الدايبليجيا. كده خلصنا أول نوع. طيب نيجي للنوع الثاني، خلينا نرجع للأناتومي. شايفين هذه الصورة إيش الديستريبيوشن للأرتريز أو كيف البلد سبلاي للبرين. الأحمر اللي هو مين؟ الميدل سيريبرال آرتري، ودائماً سبلاي السوبيريو لاترال سايد. طيب وأكتر أريا سبلاي اللي هي بالميدل سيريبرال آرتري، وهو أكبر شريان. طيب كده نحطه في بالنا عشان دحين نعرف ليش. والأنتيريور سبلاي بس جزء صغير من السوبيريو لاترال، والباقي كله ميديال. الميديال هذه كلها أنتيريور سيريبرال آرتري. وطبعاً البوستيريور سيريبرال آرتري اللي هي بوستيريور لوب أو الأوكسيبيتال لوب اللي كلها همها حقة الفيجن وكده، وطبعاً شوية من التمبرال لوب. فممكن إذا لقيتوا إنه بيشنت يعني هذا بشكل عام مو لازم في السيريبرال بالسي، عنده أوديتري بروبلم، عنده ميموري بروبلم، هذه كلها تمبرال لوب حتكون يا إنه بالميدل يا إنه بالبوستيريور، ما يهم. المهم اللي يهم هنا دحين في الصورة هذه، انتوا شايفين الفراغ هذا اللي بين اللونين هذا، ايش نسميه؟ طيب اوكي حقلت شرحه السرعة. طيب ايش اسمه؟ اللي هو الطرف، يعني زي مثلا شفت حدود الدولة، يعني دحين احنا عندنا حدود من الشمال مين مثلا؟ ايوه بالضبط الواترشيد، الواترشيد الحدود هذه. طيب الواترشيد اريا هذه ترى حتى احنا عندنا واترشيد الادلت، يعني اللي هي ايش؟ اقل اماكن في البرين يوصل لها بلد، لانه لو شفتوا السيريبرال ارتري لو من فين داخل الميدل سيريبرال ارتري كده يكون ماشي هنا، وبعدين يبدا يتفرع يتفرع يتفرع. طيب ويجي إلى هنا وخلاص تنتهي تفريعاته، يبقى كابيلاريز مرة صغيرة هي اللي توصل للواتر شيد أريا، لأنه من الجهة الثانية من هنا جاي آرتري ثاني اللي هو بوستيريور سيريبرال آرتري، ومن هنا جاي الأنتيريور سيريبرال آرتري. طيب في المكان هذا اللي بينهم أقل واحد يجي له بلد، فكده as general rule لو جاء عندنا بيشنت عنده هايبوبرفيوجن هايبوفوليميا هايبو تنشن، أول مكان حيتأثر في البرين هي الموتر شيد أريز. طيب سواء هذا البيشنت أدلت ولا بيديا. طيب فاللي صاير في النوع الثاني من السيريبرال بالسي إنه هذه الموتر شيد أريز هي اللي أتأثرت بأي سبب إن كان، الولد
طبيعي أتولد تيرم على من 39 ل 42 أسبوع. طيب أتولد التيرم مرة كويس ما في حاجة، ولكن سبحان الله خلال الولادة صار له difficult delivery، ما يعني مثلا الأم صار لها كده delay، اللي هو صار عندنا rupture لل amniotic sac من بدري، وبعدين البيشنت دخلت في arrest للدليفري، أي حاجة صارت خلال الولادة، فهي very natal المشكلة. طيب يعني البيشنت طبيعية، الأم طبيعية، ولكن المشكلة كانت في الولادة نفسها، كانت difficult delivery. فهذه البرولونج ديليفري ايش بتسوي؟ بتضغط على البلد فيزلز حقت البيبي اللي هي امبلايكال كورد، فيقل السبلاي للجسم كله، ولكن اكثر مكان يتاثر اللي هي الووتر شيد ارياز في البرين. تمام. طيب الووتر شيد اريا هذه كده، هذه احنا شايفينها من السوبرولاتر سايد، لو جينا شفناها من الميديال سايد، فيعني من مكوناتها مين؟ الانترنال كبسول. طيب الانترنال كبسول دي اللي هنا تحت هي كده لها تو لمبس وجينيو، هذه انتيريو لمب وبوستيريو لمب اظن كده. المهم الانترنال كبسول هذه تبع الووتر شيد اريا، هي شويه سبلاي من جهه الام سي اي، والجهه الثانيه سبلاي بالاي سي اي. طيب فاي هبوط في الضغط او لو برفيوجن للبرين على طول هذه تتاثر. طيب فالإنترنال كبسول زي ما قلنا قبل شوية، إيش مشكلتها؟ إنه فيها كوندنسد فايبر، كل الفايبرز اللي جاية من الكورونا رادياتا داخلة في الإنترنال كبسول كلها. طيب فأي شوية ليجن صغير هنا صار على طول حيأثر على فايبرز مرة كتير حقت الأبر ولا ورنم. طيب فحتلاقوا البريزنتيشن اللي جايكم بيه البيشنت از هيميبليجيا. هيميبليجيا ايش يعني؟ هيميبليجيا يعني الجهه واحده بس، هيمي يعني نص الجسم اليمين او نص الجسم اليسار حسب الليجن فين صار في اي جهه في البراين. طيب اول بليجيا يعني انه صار في الابر لمب واللور لمب ايكوالي، يعني اليد اليمين واليد اليسار والرجل اليسار، اليد اليمين والرجل اليمين كلهم الاثنين صار لهم upper motor neuron lesion اللي هي حتكون hypertonia weakness وhyperreflexia وhypospasticity ورجيديتي. تمام. hemiplegia طيب حتكون ipsilateral ولا contralateral hemiplegia؟ يلا قولوا لي. كونترالاترال. ممتاز، حتكون كونترالاترال هيمبليجيا. تمام، لانه عشان في النهايه الفايبرز هذه بتروح تسوي لها ديكستيشن في الميد في الميدل اوبلوغاتي. تمام. طيب هذا هو ثاني نوع. فلما نيجي نقول ايش هو سبب ثاني نوع، او لما تشوفوا الكيس اللي جايتكم في الاختبار وفي الحياه كيف حتكون البيشنت، حيكون تيرم طبيعي ولكن المشكلة صارت في الديليفري، فحيكون جاله أسفكسيا. أسفكسيا اللي هي نفس الشيء إنه البرين نقص عليه البلد، فصار عنده هاي بوكسيا بس في البرين. طيب إيش أسباب نقص البلد؟ عاد زي ما قلت إنه ممكن يكون كومبريشن للأمبلايكال كورد، هايبوتنشن، هايبوبرفيوجن، أي سبب كان. تمام. المهم إنه المشكلة كانت في الديليفري والبيشنت حيجيكم تير، البرزنتيشن حيكون هيميبليجيا. طيب خلينا نشوف الشيء ما قلتها. طيب زي ما قلت انه ال MCA هو اكبر ارتري في سبلاي البرين. طيب فاكثر شيء بتاثر على الانترنال كبسول هي ال MCA، يعني لو جاكم بيشنت عنده مشكله في ال ACA anterior cerebral artery ما حتلاقوا هذه السيمتومز بروميننت مره كثير عنده. صح حيكون عنده هيميبليجيا بس انه حتكون بروميننت طبعا في اللور لمب، لانه ACA سبلاي اللور لمب اكثر، ولكن حتكون ما هي سيفير السيمتومز لانه ال ACA شويه صغير، يعني هو ما بيغذي كل الانترنال كبسول اما والووتر شيد اريا، لكن ال MCA بيأثر مره يعني بشكل كبير على الانترنال كبسول. طيب فزي ما قلنا الأبر واللور لمب بتتضرب بالتساوي.
لأنه الـ MCA هو اللي راح. هذا تاني نوع. ثالث نوع نجي له دحين. بس خلينا شوي. طيب ثالث نوع من دحين من البداية نقول لكم هو post tear، يعني الأم راح يعني post her إيش يسموه due date حق الديليفري، نسيت اسمه. المهم إنه يعني صار أكتر عمر البيبي أكتر من 42 أسبوع. هذه إيش المشكلة عندهم؟ نفس المشكلة البريتيرم، إنه سبحان الله عشان المفروض إنه كده ربي مسوي إنه البيبي لازم يتولد قبل 42 أسبوع، فمن بعد هذه 42 أسبوع تلاقوا إنه البيبي حتدرسوه بعدين في الـ OB، بس إنه صار عنده ميوكونيوم أسبيريشن اللي هو إنه خلاص السفنكترز في جسمه كلها تبدأ تنفك، حيصير عنده زي كده إسكيميا في أماكن البلد سبلاي لأنه خلاص صار كبير على البلايك الكار، يعني 42 أسبوع خلاص صار مرة يحتاج عنده ديماند أكتر من السبلاي اللي بيجي له. تمام كده نحفظها. المهم البوستيرم هدول إيش مشكلتهم؟ زي ما قلنا نفس مشكلة البريتيرم، لما صار عنده ديماند مرة كتير على البلد وما بيجي له بلد كفاية لأنه كبير جدا صار عنده إسكيميا. طيب لكن دي المرة البيريفنتريكولر أو الباراسيجيتال، باراسيجيتال البيريفنتريكولر كلها نفس الاسم أريا، هذا المكان ديفلوب لأنه خلاص البيشنت صار يعني تجاوز الـ 34 أسبوع. طيب المشكلة حتكون فين؟ في الباري فنتريكولر أريا في الأماكن الثانية، يعني إحنا عندنا فنتريكولز فين؟ عندنا ثيرد ولاترال وفورث، وبعدين عندنا اللي هي أكوا دكت وفهيمرس، بعدين عندنا الفورث. المهم إنه عندنا فنتريكولز مرة كتير. تمام الـ CSF بيمشي هناك، فهالطريق حق الـ CSF كله هنا عند الميد عند البرين ستيم. هذا مين؟ هذا الفورث فنتريكول اللي وراه سيربيلم هنا. طيب فأي مكان لايننج للفنتركل ضعيف يحتاج بلد سبلاي كويس، فتخيل إنه هذا بسبب الديماند الكثير ما جاله بلد كويس، صار عنده إسكيميا. وزي ما قلنا أز إيش اسمه يعني كده consequence of إسكيميا صار عندنا برضو interventricular hemorrhage نفس النوع الأول. طيب interventricular hemorrhage بس اللي يختلف إيش؟ اللي بيختلف المكان وكمان عمر البيبي. أول كان pre-term premature، دحين صار post-term. تمام المهم صار عندنا hemorrhage في periventricular area، إيش نتيجة الهيمورج هذه؟ BVL periventricular leukomalacia نفس الشيء. طيب الليكوماليسيا هذه اللي هي صار هول في الوايت ماتر. طب هنا مين عندنا قدام البنتريكل هذا اللي هو الفورث والثيرد فنتريكل؟ ماني حاطه صوره والله. لا السيربيلم مره برين ستيم، البرين ستيم لانه السيربيلم يعني بيغلف الكورتكس اللي هو جاي ماتر، فما حيتاثر بهذه المشكله. احنا قلنا ليكوماليسيا يعني المشكله في الوايت ماتر، فحيأثر على اللي قدامه، وقدامه عندنا الميد برين وبعدين البونز وبعدين الميدلة. طيب فالبرين ستيم هي اللي بتتأثر لأنه هي أصلاً وايت ماتر، بعدين جوتها في نيوكلياي جراي ماتر، لكن هي أصلها وايت ماتر، فحيصير الليكوماليشيا هنا في البرين ستيم. فكرة البرين ستيم مرة صغير وبتمشي فيه فايبرز كلها، كل الفايبرز كرينيال نيرفز موتور فايبرز سنسور فايبرز كلها بتمشي من البرين ستيم، فإذا صار عندنا small lesion في البرين ستيم حيأثر بشكل كبير على كل شيء. طيب وإيش قصدنا بكل شيء؟ إنه البيشنت حيجيكم بـ quadriplegia. إيش يعني quadriplegia؟ يعني كل الدمس الأطراف الأربعة بالضبط، الأطراف الأربعة كلها quadri يعني أربعة، فكل الأربعة أطراف حتجيكم مضروبة وبالتساوي. تمام ممكن تلاقوا يقولوا لكم الأبر اللي بشوية أخف، لكن عشان إحنا نحفظها وعشان الأسئلة اللي تجيكم في الاختبار حتجيكم كلها بالتساوي. طبعاً في ريل لايف تلاقوا أشياء مختلفة تانية. طيب المهم إنه حيجيكم بكوادريبليجيا، حتلاقوا كمان إنه ممكن الترنك متأثر،
فيعني لو جابوا لكم بيشنت من عمره 6 شهور ما هو قادر يجلس، فالمشكلة ما هي في اليد ولا في الرجل، هي المشكلة في الترنك، في نفس مثلا الباك مسلز وكده والبوتوكس عشان تقدر تسوي فليكشن. المهم انه الترنك حيكون متأثر. طيب فهي كوادربليجيا يعني كل الجسم، يعني ما يتحرك منه الا الفيس، وحتى في صورة في السلايدز حقتكم محطوطة انه حتى الفيس ممكن تلاقوا شوية متأثر والنك وكده. طيب فهي دي الثلاثة الأنواع المهمة اللي لازم نعرفها في cerebral spastic cerebral palsy. What is the most common type is diplegia. Diplegia يعني دحين أنا براجع بسرعة عشان الناس اللي ما حقوا معايا كنت مرة سريعة. Diplegia مشكلتها إنه البيشنت بيكون preterm، صار عندنا بسبب ال undeveloped paracigital area، صار عندنا ischemia ثم infarction وكمان ليكم الليشيا، فاللي صار دايبليجيا. النوع الثاني هيميبليجيا اللي مضروب من الانترنال كبسول. ليش؟ لأنه الانترنال كبسول هي ووتر شيد اريا سبلايد باي ام سي اي، تمام، حيكون كونترالاترال. البيشنت حيكون تيرم بس المشكلة في الديليفري. ثالث نوع اللي هي الكوادريبليجيا، هذا بيكون المشكلة في البارا فنتريكولر اريا، صار عنده ليكو ماليشيا بسبب ان البيشنت بوست تيرم اكثر من 42 اسبوع، تمام كده. طيب لما انا بقول لكم فين حنلاقي الليجن في الانترنال كبسول وفي المدري ايش، هذه حتشوفوها في الام ار اي. طيب فاذا جاكم سؤال انه والله هذا، طبعا هم ما حيقولوا لكم اسم النوع بس حيجيبوا لكم كيس إنه والله هذا البيشنت جايكم ب right and right limb upper and lower limb weakness وأشياء تانية، وبعدين يقول لكم قولوا لي إيش اللي حتشوفوه في الام ار اي. أنتوا حتقولوا إيش حنشوف؟ internal capsule. أيوة حتقولوا إنه حنشوف lesion في internal capsule، طبعا عشان عشانها اسكيميا، وكمان طبعا هم حيجوكم بعد فتره مره طويله، فانت حتكون شكلها يعني في الاماره حتكون هايبو انتنس. مو مهم ده الكلام، المهم انه الليجن حيكون في الانترنال كبسول، بس يعني عشانها من زمان لها فتره فحتكون هايبو انتنس، حتكون زي الهول حفره سوداء في الاماره. طيب كده خلصنا السباستيك تايب. في سؤال؟ اذا ما في سؤال قولوا لي لا عشان نقدر نكمل اللي بعده. لا ما في سؤال. طيب تمام، هذا الاسباستيك تايب. نجي لي طب خلينا نمشي على السلايدز عشان نشوف اذا نسينا حاجه ولا شيء. طيب وكمان نحدد الكلام اللي مره مهم، زي ما قلنا انه السيريبرال بالسي از امبريلا يعني فيها كل حاجه. طيب لكن هي بتجيكم بابنورمال موتور والموفمنت، وطبعا من الموتور نفسها انه بيتاثر كمان البوستشر، هتلاقوه ما هو قادر يوقف مظبوط لانه المفصل متاثره يعني. طيب كلمة non progressive is very important. طيب والأسباب زي ما قلنا ممكن تكون prenatal, perinatal أو postnatal period. طيب motor dysfunction of CB accompanied. أوكي إحنا قلنا motor هذه لازم تلاقوها في كل مكان. الأشياء الثانية الجنرال حتلاقوا إنه البيشنت يكون عنده يعني cognitive impairment أو intellectual impairment، يعني شوية إنه الذكاء ناقص، فهي المشكلة تكون في الcognition. حتلاقوا عنده autism ممكن، الcommunication مو كويس، بعض الأنواع يتأثر فيها الvision والhearing لكنها مو essential. يعني هنا نحن دحين حنمشي على slides يتكلموا عن الvision والhearing، لكن ترى الكلمتين اللي قلتها قبل شوي هي أهم شيء، هي الclues اللي في الأسئلة. طيب وممكن يتأثر السنسيشن والبيهافير وكده، ممكن ما يجيبوه الطوارئ بسبب الويكنس، يمكن يجيبوه الطوارئ بسبب السيجر اللي جاته. طيب بس انتوا بعدين من الاكزاميشن كده حتكتشفوا انه هذا الباشت هو مو بس سيجر، حيكون عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وكل شيء. طيب زي ما قلنا نان بروجريسيف من البداية، نفس السيمتومز اللي بدأ ما حيتغير. طيب حتكون موتور من البيرث، طبعا ما حتبان في بداية الولادة إلا لما يبدأ يعني يصير عنده ديلاي في المايلستون.
طيب أوكي اللي بعده. إيه وهذه الجملة مرة مهمة. CB is the most common motor disability in children أو the most common cause of weakness in children. طيب هذه الجملة مرة مهمة. اللي بعده صراحة مو كلام مو مرة مهم، ولكن بيقولوا لكم لو إحنا detect أو سوينا care مرة مزبوط للأم يعني في الـ في الـ أثناء الحمل اللي هو antenatal obstetric يعني، أو لما البيشنت أول ما يتولد ويدخل النيكو كان قدرنا شوية نسوي improvement للسيرفايفل وما تيجي symptoms severe زي اللي يجينا متأخر. طيب لكن هو صح إحنا أول ما يتولد البيشنت نسوي له examination وكذا، بس في بعض الأشياء ما بتظهر إلا لما يبدأ يكبر يعني. طيب زي ما قلنا الكوزز أقروها إنه prenatal, postnatal, perinatal يعني حتختلف فيها من ديزيز لديزيز، فعشان كده يعني هي ما هي يعني ما في 100% هذا الشيء حيجي بي حيجيكم بهذا البرزنتيشن، عشان كده ما تيجي في الأسئلة. المهم إنه بس إنه أكتر شيء اللي هي 80% بتكون perinatal زي ما قلنا، هو preterm فبيصير عنده cerebral vascular hemorrhage. طب أوكي genetic defect. طيب بس ما هي inherited يعني، لو جاكم في السؤال إنه الأم والأب وما أدري مين صار عندهم نفس الشيء هتقولوا هذه مو سي بي، هذه شيء تاني disease تاني كده يمشي في العائلة. طيب خلاص نمشي اللي بعده. زي ما قلنا هنا شرح لل BVL اللي هي periventricular leukomalacia هي اللي بتصير دائما في البريتيرم. سكندري تو اسكيميا اللي بيصير عندنا انترافنتريكولار هيموريج، وبعدين وطبعا فينس انفاركشن بسبب انه الوالز كلها يعني نوت ديفلوبد ويل، ففي النهايه يصير عندنا السي بي. اوكي والثاني زي ما قلنا هنا عندنا في الواتر شيد اريا اللي هي مع الانترنال كبسول. اوكي ما حد حيجيب لكم والله يا معراي ويقولوا لكم اقروها، ولكن انتوا شايفين هنا هي في البدايه كده حطيتها بهذا النوع، بس هذه الفراغات هي بير فينتركولر او باراسيجيتال، هذه بس الابيض عشان ندوبها في البدايه. طيب لو استنينا عليها حتلاقوا انه الفنتريكل نفسه بدا يكبر يتوسع، واريا ثانيه هي اللي اتاثرت. طيب هي ما حتظهر من البدايه. اوكي بس يفرق لكم يعني بين المايلد والسيفير، يعني شايفين هنا في البدايه بس كان في الزوايا، لكن شوف السيفير في كل البير فنتريكولر. الكلاسيفيكيشن زي ما قلنا هي ممكن كلاسيفايد بالسيمتوم سباستيك ديسكاينيتك واتاكسيك، طبعا الحين ممكن تيجي ميكس لكن زي ما قلنا سباستيك از ذا موست كومن. طيب بعدين الديستريبيوشن هل هي هيمبليجيا مونوبليجيا بارابليجيا، المونوبليجيا از رير مره رير عشان كده ما حد يشرحها. طيب الهيمبليجيا شرحناها، البارابليجيا تقريبا هي ترى نفس فكره الدايبليجيا بتكون لور ليمب، لكن الدايبليجيا اللي بيتأثر فيها كمان شوية من الأبر لم بس يكون مرة مايل، أما البارابليجيا حتكون بيور لور لم، بس صراحة ما أعرف يعني تيجي مع إيش، بس المهم إنه يهمنا الدايبليجيا والكوادربليجيا والهيمبليجيا. الإيتيولوجي زي ما قلناها ممكن تتقسم حسب الليفل. طيب هذا الكلام الصراحة مرة مو مهم، لكن إحنا شفناه لما رحنا الديسابيليتي سنتر كان إنه يعني عشان التريتمنت والفيزيوثيرابي اللي هنعطيه للبيشنت كيف هيكون حسب الليفل، هل هو يعني عنده شوية ديسابيليتي بس إنه يقدر يمشي بدون ليميتيشن، هذا ليفل 1. ليفل 2 إنه يقدر يمشي بس شوية ليميتيشن فيه with limitation. ليفل 3 لازم يحتاج إنه عكاز أو شيء معاه عشان يقدر يمشي. ليفل 4 self mobility with limitation، بيحتاج كمان برضو حاجة باور موبيليتي يعني مثلا زي الويلتشير أو شيء، بس هذا يعني الويلتشير اللي في البداية يكون مساعد، لكن ليفل 5 هو ويلتشير أساسي. صراحة مرة مو مهم يعني،
بس هو اللي يختلف في الناس الفيزيوثيرابيست عشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع البيشنت. طيب هنا الصورة مرة حلوة يفرق لكم بين الدايبليجا والكوادربليجا. يعني احنا كلهم الاثنين قلنا انه فيهم الفور ليمبس، لكن في الدايبليجا الدومينانت لور ليمب، الابر ليمب ما هي مرة متأثرة. طيب الكوادربليجا كلهم ايكوالي، الهيمبليجيا حسب الارتري، شايفين هنا الارتري هنا عشانه ام سي اي فكانت الابر ليمب يعني مرة برومينانت، ولا اللور ليمب شويه، بس انه يعني عشان الاختبار نعرف انه كل الاثنين ايكوالي، اهم شيء انه نفس الجهه. عندنا تربليجيا ومونوبليجيا زي ما قلت فعلا، والكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو قلنا حسب السيمبتوم سباستيك ولا ديسكاينتيك. الديسكاينتيك قلنا في البيزل جانجليا شوفوهم زي ما هم مؤشرين، ولا تاكسيك في السيريبيلا. اوكي الصوره مره حلوه هذه توضح لكم الانواع برضو. طيب هنا يعادل نفس الكلام. طيب شوفوا هنا سباستيك ويكنس 80% كله سباستيك، حتلاقون عنده هايبرتونيا. طيب في مسل وايستيك، اذا انت تعرف الفرق بين الابر والموتور لور، ابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن، هتقول له ترى اللور فيه له مسل اتروفي، هل هو يختلف عن الويستنج ده ولا لا؟ فحنقول يس يختلف. الاتروفي حقت اللور موتور حتكون بسبب عدم الاستخدام، لانه في النهايه صار انهبيتد، المسل هذه انهبيتد. طيب فاللي بيصير انه المسل عشان ما حد استخدمها فخلاص هي ما بتبطل تعمل اي تي بيز وكده، وخلاص يصير لها اتروفي تصغر في الحجم. اما الويستنج اللي بيصير بسبب السباستيك تايب، بسبب الاوفر اكتيفيتي بتتعب هذه المسل وتقول يا اخي عساكم ما اشتغل. طيب فبرضه يصير ويستنج، بس ايش؟ مو في البدايه، مو بدايه المشكله. طيب بس يعني بس لكنها ما هي سبيسيفيك، عشان كده ما حد يجيب سيرتها لانه حتلخبطكم بين اللور والابر. طيب هنا بيتكلم عن الهايبرتونيا، ايش الفرق بين السباستيسيتي والريجيديتي؟ الابر مع عدم الاستخدام، لا عكس، الابر مع كثره الاستخدام، لانه تخيلي انت طيب شوفوا هو في كده، هذا كلام بيزك، تعرفوا ايش يعني ايش السبب وراء انه بتظهر لنا سيمبتومز مختلفه بين الابر واللور؟ اذا ما تعرفوا قولوا لي بس عشان اشرحها يعني سريع سريع، هي كده بيزك مرة بيزك فيسيولوجي، يعني ليش السيمبتومز بتختلف بين الابر واللور؟ يعني ما دام مع انه كلهم في النهاية طيب اوكي المكان نفسه صح، بس ليش طيب ليش الليجن اللي بيكون في البرين بيخلي المسلز كده يعني مجنونة وتتحرك بالقوة وما ادري ايش، واللي لما يجي من بعد الانتيريور هانسل بيصير لا والله المسل تنام؟ ما قد فكرتوا؟ كيف؟ ستيميوليشن حق النار. هو انت مقرأ كويس قربت صح، هو يعني فكرة صح ستيميوليشن. طب خلينا نكتب في حاجة في سباينال كورد كانت انتيريور، نسيت ايش اسمها، انتيريور هانسل. ايوه هي حسب يعني هي مفروض تضبط الحركة، فيعني حسب النيرف اللي بيجيها حسب اللي تأثر يعني. طيب صح شاطرة، بس إنه في شيء غلط فيه، إنه الانتيريور هوسل هي بالعكس هي اكزايتاتوري سيل. طيب العكس صحيح، إنه هي دحين خلينا نشوف إنه دحين هذه الفايبرز، خلينا نغير اللون. طيب هذه البرين، الفايبرز طلعت من البرين، ترى كل الأشياء اللي جاية من البرين هي أوامر، ولكن إذا فاكرين إنه البرين قبل لا يرسل الأوامر للبيراميدال تراكت بيرسلها أول شيء للسيربيلم للبيزل جانجليا، هنا بيزل جانجليا والسيربيلم من ورا. طب البيزل جانجليا والسيربيلم ترى شغلتهم إنهم يثبطوا كده يرتبوا الحركة، يقولوا له ترى يعني أنت مرة حركتك مرة كبيرة، الأمر مرة صعب على الليمب، ايش رايك تقللها؟ طيب هذه الفكره حق السيربيلم والبيزن جانجليا. طيب فالاوامر اللي حتيجي للسباينال كورد الى ان توصل للانتيريور هورسل ترى كلها از انهيبيتوري، يعني
لو قطعنا هذه ترى الانتيرير هارت سيل لحالها حتشتغل بدون ما تفكر، هي اكزايتيشن. لو قطعنا عنها السبلاي اللي من البرين حتشتغل من راسها وتسوي اكزايتيشن، ما حد يوقفها، هنا بتاخذ راحتها. تمام؟ فعشان كده السيل عشان يعني الفايبرز اللي تطلع من الانتيرير هارت سيل وتروح للمسل بدون 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 سبلاي من البرين ومن فوق بتكون قوية، لأنه ما في ما حد بيشتغل هنا إلا الانتيري هونسل. لكن الطبيعي اللي إحنا كلنا عندنا إنه البرين بينزل أوامر إنهيبيتوري للانتيري هونسل، تقول لها لا تشتغل بالقوة، هدي عليهم لأنهم مساكين يعني ما يقدروا يتحملوا هذه القوة. طيب، فتقوم خلاص تضبط الحركة حقتها وتطلع مرة كويسة حسب حسب الأمر، يعني حسب إنه مثلا الحركة يبدك بمسافة كده. لو ما كان في إمبالسز جاية من البرين كان الحركة حتكون exaggerated بالقوة، توصل بسرعة للكاسة وما أدري إيه. طيب، فالفكرة في الأبر موتور نيورون ليجن، إحنا ما نقول أبر موتور نيورون معناته إنه الإمبالسز اللي من البرين ما جات، عشان كده نسميها أبر موتور نيورون ليجن. الليجن في الأبر، فهذه الإمبالسز ما جات، فالانتيجر هذا ما أخذ راحتها وتقدر تسوي اكزايتيشن زي ما تبغى. عشان كده تقوم تلاقوا المسلز هايبرتونيك سباستيك، وفي هايبر ريفلكسيه في الديب تندون ريفلكس وكده. طيب، لانه ما في احد بياثر عليها الا الانتيجر هولسيل. طب لا، لو جينا للعكس انه الانتيجر هولسيل ما هي شغاله، تخيلوا انها ما هي شغاله، ما في اكزايتيشن ابدا، ولكن يعني مين الانتيرير هونسل طبعا والفايبرز اللي طالعه منها، يعني مثلا تكون المشكله في الماسل نفسها في النيورو ماسكولار جانكشن كذا بالجاي. طيب، المهم، فكل هذه تعتبر لور موتور نيورون، كلها اكزايتيشن. لو ما اشتغلت اصلا احنا جينا من البرين انهيبيشن، وتخيلوا انه اصلا ما في اكزايتيشن تحت، فكله انهيبيشن في انهيبيشن انهيبيشن في انهيبيشن. حتلاقوا انه عنده البيشنت هايبوتونيا واخوان الهايبوتونيا، يعني هايبرفليكسيا او ايرفليكسيا. عشان كده في الجي بي اس اللي هو جوليان بير سيندروم بيكون ايش؟ بيكون ايرفليكسيا هايبوتونيا. ليش؟ لانه المشكله بتكون من الالتيريور هونسل وتحت لين المصل، المشكلة في الفايبرز اللي موصلة من برا البريفرال فايبرز. فهمتوني؟ فهي دي الفكرة في الفسيولوجي. عشان كده لما نقول upper motor neuron lesion يعني الامبلسز ما هي جاية من البرين، زي هنا في السي بي البرين هو المضروب، أي مكان في البرين أو سواء السيبيل أو البرين، فما في inhibition. عشان كده نلاقي إنه exaggerated reflexes hypertonia and spasticity rigidity. طيب، مفهوم كده؟ حلو. طيب، تمام. ايش اللي دخلنا في ده الموضوع؟ الفرق بين الهايب السباستيسيتي والريجيديتي. طيب، لما نقول rigidity اللي هو إنه البيشنت at rest يده rigid، بيعمل زي الكوغويل rigidity اللي هو زي كأنه بيفتح باب بالمفتاح، نفس الحركة هذه اللي كده بيلف. طيب، هذه بتجي مع الباركنسون ديزيز. طيب، أما spasticity هي بتعتمد هي spin dependent، يعني أو velocity dependent، يعني إحنا نمسك اليد لما نيجي نختبرها في الإكزامينيشن نحرك اليد مثلاً flexion للإلبو بسرعة مرة، فحنلاقي إنه السرعة هذه خلت إنه الهايبرتونيا تقوى، يعني فيصير عندنا زي هذه السكينة أول ما نفتحها تكون مرة شديدة وقاسية، بعدين فجأة تتفتح كلها. طيب، هي اسمها class 9 spasticity. طيب، ما يفرق معانا، المهم انه كله up exaggerated reflexes. اوكي، وقال هنا الانواع الثلاثه اللي شرحناها. طب انا عشان راجعت هذا الكلام كله من قبل لا اشرح، فاتوقع انه ان شاء الله ما نسيت ولا حاجه، كل شيء قلته. بس زي ما قلت لكم هنا ذاكرين الفيجن، جايبين سيره الهيرنج،
ترى ما هي سبيسيفيك، يعني لو ركزتوا عليها دحينة حتتلخبطوا، ما راح تتلخبطوا في الاختبار إنه مين اللي كان الهير الفيلولوس، مين كان الانفيرمنت، مين كان ما أدري إيش. طيب لكن خلينا نتكلم هنا عن الفيجن، لأنه الانترنال كبسول في الهيمبليجيا إذا انضربت زي ما قلنا الفايبرز كلها ماشية في مكان مرة ضيق وصغير، فمن الفايبرز اللي ماشية هنا هي حقة النظر الأوبتيك نيرف بعد ما صارت أوبتيك رادياشن وراحة للأوكسيبيتال لوب. فنلاقي إنه عند البيشنت هذا كونترالاترال هومونامس هيميانوبيا، فاكرينها من مع بروفو دي إنه البيشنت ما يقدر يشوف الجهة النيزل نيزل بارت من عين والتمبرال بارت من عين، ما يهم، المهم إنه هيميانوبيا حتلاقوه. طيب والكوادربليجيا هنا اللي مذكور إنه تلاقوا إنه حتى الفيس ممكن يكون متأثر. تمام، زي ما قلت هنا أنا مؤشر على الهيرينج إنه ترى ممكن يكون زي ما يعني عشان نربطها قلنا في الكوادربليجيا كل الجسم متأثر حتى الترانك وحتى الفيس، يلا معهم يعني وقفت على الهيرينج حتى الهيرينج خليه يتأثر. طيب يتأثر بس مش لوس، يعني يكون فيه إمبيرمنت بس، عشان يعني نشرح كل حاجة الله يستر، يعني ما أدري من اختباراتهم، ولكن كل الأسئلة حتى في التجميعات يعني مرة ما بيجيبوا سيرة هذه الأشياء. والدايبليجيا كمان شرحناها. طيب أوكي نيجي دحين للنوعين الثانية اللي هي نن سباستيك، هذه مرة سهلة، قلنا ديسكاينتيك والثانية أتاكسيك. كده على بلاطة الديسكاينتيك في البيزل جانجليا زي ما قلنا. طيب البيزل جانجليا هذه لما يكون البيشنت نوني دائما بنخاف من حاجة واحدة، بالذات إذا لقيته في السؤال إنه الأم كانت مثلا الأم حتكون نيجاتيف، طيب البلد حقها مثلا أو نيجاتيف والبيبي أو بوزيتيف، طيب فهنا على طول يقول لكم إنه هذا البيشنت حيكون عنده اللوجينيك، أظن اسمه اللوجينيك أنيميا، هيموليتيك أنيميا، والهيموليسيس هذا في النهاية بيسوي هايبر بيليروبين، والبيليروبين هذا بيكون كونجيجيتد ولا أن كونجيجيتد، أو دايركت ولا نون دايركت، أن دايركت، إن دايركت. تمام. فالإندايركت هيموغلوبين مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ثلاثة خطوط. ليش؟ لأنه البيلروبين هذا بيروح يسوي ديبوزيشن، لأنه هو كان كروس البلد برين باري. تمام؟ لما يسوي كروسينج للبلد برين باري بيروح يسوي ديبوزيشن في البيزل جانجليا. ليش؟ لأنه البيزل جانجليا أغلبها فات. طيب عشانها فات التيشو في البيزل جانجليا، هي صح انها كريماتر لكن مليانه فات، فالاندايركت بيليروبين يحب الفات يروح يجلس هناك. اصلا تخيلوا فات لونه اصفر صح، ودائما يعني نحن نعرف الدهون لونه اصفر، والبيليروبين يجيكم البيشنت بجوندس صح، في السؤال ممكن تلاقوا انه قالوا لكم والله البيشنت جوندس، المهم فلونه اصفر فنربطها مع بعض انه الاصفر يحب الاصفر، فعشان كده يروح يسوي ديبوزيشن في البيزل جانجليا. طيب ترى هذه البيزل جانجليا مرة مشكلتها مشكلة، لأنه الديسترويمت حقها مرة كبير، حتلاقوا إنه ديسكاينيزيا اللي هو إيش؟ إنه يصير عنده زي كده كوغوير جيديتي، حيكون أبر موتور نيوروليجي، حيكون عنده هايبرتونيا وهايبرفليكسيا وكل شيء، لكن كمان حتلاقوا إنه عنده كوريا نفس كأنه البيشنت باركنسون ديزيز. شفت باركنسون حق الكبار؟ نفسه باركنسون طفل نونو الصغير، بس نسميه اسم تاني اللي هو نسميه كيرنيكتشرس، والله ما أعرف كيف تنكتب بس اسمها كيرنيكتشرس. تمام كيرنيكتشرس عشان البيزل جانجليا بيمر فيها. تمام يا نجود بيمر فيها بكل الفايبرز زي ما قلت، الكورتكس أول شيء يرسل البيزل جانجليا وبعدين في النهاية يرسلها للجسم، فكل كل الموتور فانكشن حتتأثر. طيب
ما يهمكم إيش التأثر، بس زي ما قلنا حيجيكم بكوريا وأبنورمال موفمنت، أبنورمال موفمنت وديسكاينيزيا الحمد لله. خلاص هتقولوا إنه بيزل جانجليا بسبب ديبوزيشن أوف إندايركت بيلروبين وبس. طيب هذا هو الديسكاينيتيك تايب. عندنا أتاكسيك تايب، قول زي ما قلنا الأتاكسيا دائما تجي مع السيريبيلم. السيريبيلم إيش السيمتومز الثانية حقته؟ بيكون عنده زي ما قلنا أتاكسيا، يكون عنده ديسمتريا، ديس ديادوكينيزيا اللي هو لما تقول سوي ربيد ألتيرنيتيف موفمنت ما يقدر، عارفين أكيد ديس ديادوكينيزيا. طيب إيش كمان للسيريبيلم؟ زي ما بس الأتاكسيا هي أهم حاجة، بس ممكن تلاقوا كمان اللي هي intentional tremor. إيش يعني intentional tremor؟ يعني tremor وقت الحركة، لما يشيل يده يروح يمسك الكاسة ويرفعها تبدأ يده تتحرك، هو ماسك قلم بيكتب يده تقعد تتحرك وتكتجف، لكن هو طبيعي ما بيسوي أي حركة عادية ما فيها ولا حاجة. نسيت أقول في dyskinetic، dyskinetic type هتلاقوا عنده distinct tremor. تعرفوا شيء؟ صح إنكم بتدرسوا فيديا دحينة، بس يعني لو تروحوا تدروا عن الباركنسون ديزيز هتلاقوه كله في الديسكاينيتك تايب، يعني إذا تبتعرفوا. فالريستينج ترمر تجي دائماً مع الباركنسون، فهي حتيجي مع الديسكاينيتك تايب. الانتنشنال ترمر حتيجي مع السيربيلا. تمام؟ خلينا نشوف الشيء نسيته. طيب نعيد الجملة اللي قلناها في البداية، لو جاكم سؤال يقول لكم the only type of cerebral palsy with lower motor neuron مين؟ أتاكسيك. أتاكسيا. بالضبط أتاكسيك تايب، مع إنه السيربيلم فوق صح؟ والفايبرز رح تطلع من السيربيلم من فوق، فهي الفكرة مش إنه lower motor neuron، الفكرة إنه حيجيكم بهايبوتونيا، والدائما دائما الليجنز اللي بتيجي في السيربيلم بسبب الهايبوتونيا، لأنه والله أعلم ناسي أنا إيش إنه السيربيلم له ثلاثة مناطق، يتقسم لثلاثة مناطق، واحدة من هذه المناطق أظن اسمها باليو سيربيلم أو شيء زي كده، هذه المنطقة هي مسؤولة عن التون. طيب فهي المفروض تتحكم في التون كويس مو كويس، فإذا انضربت التون كله ينخرب، وحتلاقوا إنه البيش بهايبوتونيا، يعني المشكلة ما حتكون في الانتيريور هورن سيل اللي في السباينال كورد والنيوروماسكولار جانكشن، لا حتكون في السيريبيلم، في هذا اللي هو الباليو سيريبيلم، أظن سباينو سيريبيلم، أيوه سباينو سيريبيلم بارت من السيريبيلم نفسه هو اللي بيتأثر، فبيأثر على التون يجيكم الفيجن هايبوتونيا. لكن السؤال ده مرة مهم. طيب كده خلصنا هذه كلها الحين التايبس أوف ترى كده تقريبا خلصنا المحاضرة. نيجي نقرأ ديسكاينيزيا، شايفين ان حطيت بالأحمر على الهايبوتونيا ليش؟ لأنه بتجيكم بفاريبل تون، بس ما جبت سيرتها ليش؟ لأنه السؤال اللي يجيكم في الاختبار يقول لكم the only type يجي خلاص definitely هذا ما عنده إلا هايبوتونيا فهي الأتاكسيك، عشان كده ما تلخبطوا نفسكم وتقولوا إنه الديسكاينيتيك كمان فيها هايبوتونيا. طيب هي فيها هذا في الريل لايف، لكن في أسئلة الاختبار هي حتجيكم بأبر فهايبرتونيا. تمام حتلاقوا إنه عنده involuntary movement بالذات في الفيرست يير، زي إيش؟ زي الأثيتوزيس اللي هي إنه إيش هذه dance like movement، يعني زي الكوريا نفس الفكرة. وزي ما قلنا dystonia، إيش يعني dystonia؟ اللي هي زي الكوكويل الرجيديتي اللي هي تويستنج في الموفمنت، بيحرك يده كأنها مفتاح، كأنه بيفتح بالمفتاح. طيب اوكي زي ما قلنا كلهم يجوكم بكوجنيتيف انفايرمنت، ما في فرق بينهم. طيب عشان المشكله هنا في البيزل جانجليا حتلاقوا كل بقيه الاشياء مضبوطه، يعني لو فكرتوا تذاكروها انه لا الفيجن متاثر وحتى الهيرنج كاتبين ميبي امبيرد، فخلاص احنا نحطها ما راح يتاثر، هو حيكون نورمال، لانه ما مستحيل يجيبوا لكم في الاختبار حاجه يقول لكم هي ميبي يمكن ولا يمكن، يجيبوا لكم الاشياء اللي معروفه واضحه. طيب
ما يجيكم بإبليبسي، لأنه بيزل دانجل ليش دخلها بالإبليبسي؟ الإبليبسي دائما يكون مصدرها الكورتكس. طيب في دينج وهذه كله في كلهم فيه. طيب نيجي للأتاكسيك تايب. زي ما قلنا أتاكسيك تايب هي أهم شيء فيها الهايبوتونيا. طبعا كلهم إكسترا بيراميد الباتوي، لأنه هي في النهاية ما بتمشي من ال بيراميد الباتوي اللي هي كورتيكو سباينال تراكت، لا بتمشي من التراكس الثانية اللي هي إكسترا بيراميد. من في التون قصدي في الأتاكسيك تايب الترنك يتأثر مرة، لأنه دائما مع السيربيلم بيجي لنا ترنك الأتاكسية مو بيرفنا الأتاكسية. هتلاقوا كيف مشية السيربيلم بروبلم، يعني كيف تلاقوا يمشي، إيش اسم المشية؟ وايد جيت. بالضبط وايد ستيبج جيت، صح. طيب لأنه ترنك ما هو قادر يسند نفسه، فهو تلاقوه بيسند نفسه بالأرجل، عشان كده تلاقوه وايد بعيد الاثنين عن بعض. والتريمر حيكون intentional تريمر مش distinct تريمر. السيربيلم برضو ما له شغل بالهيرينج والفيجن ودي الأشياء، فعشان كده كلها impaired. الكوجنيتيف impaired مع الجميع. الصور دي مرة حلوة عجبتني فيمديكم تقرأوها، نفس الكلام اللي قلنا. طيب من إحنا قلنا من البداية diagnostic test أو definitive diagnosis إيش حيكون؟ MRI. تمام. لكن هم محطين لكم طبعا احنا ما حيجينا بيشنت على طول يلا ندخل MRI، حنسوي له اشياء تانية عشان نعرف مثلا ايش الكومبليكيشن اللي صارت له، ايش السبب، ايش المعرفة زي كده. طيب لكن كدياجنوستيك تيست از MRI. طيب خلينا نشوف، هم بيقولوا لكم انه بعضها عشان نعرف التايب من هذا الفيزيكال اكزامينشن هو اللي حيظهر لنا التايب، والسيفيريتي كمان بالاكزامينشن. انفستيجيشن مثلا احنا حنروح نسوي سيرولوجي لكل الاورجانيزمز حقت التوكس، بالذات اذا الام اعطتكم في الهيستوري انه هي جاها فيفر والله انون فيفر في الحمل. طيب ممكن نعمل جينيتك تيستينج، بس جينيتك عشان نستبعد الديزيز الثانيه، لانه احنا قلنا سيريبرال بالسي ما هو جينيتك، يعني ما هو انهيرتنت، هو مشكله ممكن تكون في الجين لكن ما هي انهيرتنت. طيب EEG ونيورو ايميجينج بالذات اذا جاكم بسيجر، فإحنا ما نعرف والله لسه السبب حق السيجر. النيورو إيميجينج اللي هي MRI وهي لازم ديفينيت دايكنوزيس. وإذا كان عنده هيرينج بروبلم وآي بروبلم فطبعاً حنسوي أسسمنت لها. كلام يعني مرة مو مهم. طيب زي ما قلنا الفيتشرز اللي يجوكم بيها إنه يكون عنده ديلايد في الموتور مايلستون بلس أي حاجة تانية من المايلستون الثلاثة الباقيين. بشرة معلش ما بقاطعك، السلايد معلق. أوكي. آخر شيء التاكسيك سيريبرال بالسي. أوكي الحين أرجع. أنا ماني عارفة إيش اللي صار، بس الحين هرجع أدخل مرة تانية. أتوقع إنه تسكي الشير بعدين تعمل الشير مرة تانية. طيب لحظة دحين تغير شيء عندكم؟ راح الشيء، راحت السلايد. تمام راحت الصورة. اوكي كده؟ يس كده خلاص تمام. طيب تمام. ما قلت حاجة. طيب في السلايد اللي بعد الأتاكسك يعني بس قراءة إنه بس التورش هنعمله عشان نعرف الدياجنوزز، نسوي جينيتك تيستينج، EEG عشان السيجر، والMRI هي الديفينيت. طيب قلنا إنه حيجوكم بديلايد موتور مايلستون وخلاص، الباقيين حسب البيشنت يعني مو لازم يجوا كلهم فيه، عشان كده يعني كلها قراءة. بس إذا إحنا فكرنا في إنفكشن حنسوي للإنفكشن هذا سيرولوجي أو كلتشر ولا أي حاجة. طيب المانجمنت، تعرف وإيش مشكلة السيريبرال بالسي؟ يعني هو في النهاية بيرمننت، إحنا في النهاية ما نقدر نعمل حاجة،
إيش اللي حنعمله؟ حنعمل إنه عشان نحسن الكواليتي أوف لايف، لأنه هم المساكين اللي عندهم سيريبرال بالسي ترابي يموتوا بسبب الكومبليكيشنز. يعني واحد عنده كوادربليجيا فهذا ما يقدر يقوم يجلس ولا حاجة، فهتلاقوه منسدح دائما الفيدينج يكون هو نايم وكده، فيصير له أسبيريشن نيمونيا، فمن النيمونيا هذه يموت بسبب النيمونيا، هو ما مات بسبب السيريبرال بالسي. طيب فعشان كده إحنا لما نيجي نعالجهم نسوي لهم مانجمنت، نسوي لهم عشان بريفنت الكومبليكيشنز اللي حتجيهم. طيب مثلا يمشي قصدي ما يمشي، بس انه عنده كوجنيتيف امبيرمنت، من بسبب الكوجنيتيف امبيرمنت هذه يروح ممكن يروح يدخل جوه نار، يلعب بالمدري ايه زي كده، في يعني يدخل نفسه في خطر. فاحنا لما المانجمنت حقنا ان ننتبه لهم ونوفر لهم الكير، فهمتوا؟ يعني ما في حاجه كده هذه هي لازم نحفظها انه للمانجمنت. طيب ولكن زي ما بيقولوا لكم انه الديتكشن ايرلي مرة يسهل علينا عشان نحسن ال يعني الفيزيوثيرابي، مثلا نقدر نلحق بسرعة من البداية، من هو صغير نقدر نعمل فيزيوثيرابي كويس يحسن الكواليتي اوف لايف. بس زي كده هما هنا الحين عندهم هنا فيزيوثيرابي والاكوبيشنال ثيرابي. لو ما ادري انت والله حتنزلوا الديسابيلتي سنتر ولا لا، ولكن لو رحت هناك حتلاقوا انه اخصائيه العلاج الطبيعي هناك كانت تقول لنا ايش، انه دحين المشكله في البرين خلاص ما حيتعلم في البرين، فهم اجوا بالفيزيوثيرابي بيعلموا العضله، يبداوا يعلموها انه ترى كده فليكشن، ترى كده اكستنشن، خلاص مع التكرار مع التكرار تلاقوا صار التون في العضله هذه خف، فصارت تقدر تتحرك مع البيشنت. فيقوم لما يقولوا له يلا حرك رجلك، خلاص هو قيد وتعلم انه ايش قصده بتحريك الرجل. الاوامر ما بتيجي من البرين، لا بتيجي من نفس العضله، هذا الشيء اللي بيسووه في الفيزيوثيرابي. تمام. الاكيوبيشنال ثيرابي اللي هو زي مثلا يعلموهم تفريش الاسنان، كيف يمسكوا القلم ويكتبوا وكده. طيب عشان اللي ايش الشيء اللي يساعدهم في دي الاشياء الاكيوبيشنال ثيرابي؟ المسل الريلاكسنت زي مين؟ زي البوتيوليوم توكسين او البيكلوفين اي ثينك اسمه او شيء زي كده، كلها مسل ريلاكسنت بس عشان تساعدهم في الحركه يعني وقت الثيرابي، بس يعني ما في ديفينيت تريتمنت. ايوه باكلوفين والبوتيوليوم توكسين اللي هي البوتوكس نفسها. اما بقيه الكلام والله يعني ما في كلام مره مهم، إنه يعني إحنا في النهاية لما يجينا واحد سيربرال بالسي لازم نكلم ملتي ديسيبلينري تيم، فيزيوثيرابي ونفس الدكاترة وسايكولوجيست وكده، يعني مو شخص واحد يقدر يتعامل معاهم، وممكن يدخلهم مدارس خاصة يعني عشان الانتليجنس، ممكن يعني بسبب الكومبليكيشنز اللي تصير لهم إنهم يطيحوا ويتكسروا، فإحنا نحتاج الأورثوبيديكس، نحتاج النيورو عشان السيجر اللي تجيهم، وزي ما قلنا اسبيريشن نيمونيا فنحتاج البلمونولوجي، وهكذا يعني. طيب الصورة دي برضو كانت حلوة، فإذا تقدروا تقروها. طيب البروجنوزيس زي ما قلنا من البداية إنه ما هي بير من الديزيز، فما يتحسن، عشان كده هذا الشيء الصعب اللي تكلم لما تكلموا الأهل إنه تقولوا لهم ترى ولدكم ما حيتحسن، بس إنه يحتاج بالعكس يحتاج كير مرة مهم، الكير يعني مرة مهم عشان لا يدخل في complications. طيب شايفين السلايدات حقت المحاضرة كده إحنا خلصنا، بس في حاجة تانية وأتوقع إنها موجودة في الأوبجكتيف، إنه لازم تعرف differential diagnosis للسي بي. زي ما قلت لكم إحنا ما ذكرنا أصلاً من السلايدز، فحسب شرح دكتور افتخار كان أعطانا الـ differential diagnosis، وجانا والله أسئلة في الاختبار عن بعض الـ differentials كيف تفرقوا بينهم. طيب فحرجع هشرح لكم إيش هي الـ differentials، بس قولوا لي إذا في عندكم سؤال دحين ولا لا على كل اللي شرحناه في السي بي قبل شوية. طب كيف أعرف الديسكاينتيك إذا مثلاً في السؤال ما حط لي كوري أو abnormal movement؟ هو لازم يحط لك في السؤال إنه عنده ديسكاين، أول شيء لازم تعرف إنه عنده هايبرتونيا. طيب
يقول لك ممكن abnormal movement بس with gait، يعني ممكن يكون عنده أتاكسيا. طيب لكن انت تفكر والله هذه الأتاكسيا جات مع هايبوتونيا ولا هايبرتونيا، اذا مع الهايبو فهذه أتاكسيك تايب، اذا جت مع الهايبر فهذه ديسكاينتيك. لكن يعني ما في حاجة تقول لك انه هذه ديسكاينتيك تايب الا لما تشوف البيشنت، يعني ايش الهيستوري حقه، هو كان عنده جوندس اول ما تولد ولا لا، عنده هيموليتيك انيميا ولا لا، كيف البيلروبين، فلازم يقول لك هذه الاشياء في السؤال عشان تعرفي. اوكي تمام. في سؤال ثاني؟ طيب يا يمنى. اوكي طيب نجي للديفرنشيال. طيب الديفرنشيالز كلها اللي حقول لكم هي كلها lower motor neuron. تمام، يعني حيجيكم البيشنت بايش، بهايبوتونيا. فعلى طول اصلا يمكن يجيكم سؤال مثلا في الاوسكي والله اعلم ولا اي حاجه كده قال لنا انه يقولوا لكم اعطوني ديفرنشيالز للهايبوتونيك بيشنت، هايبوتونيك بيشنت يعني lower motor neuron. طيب فانتوا حتقسموا الديفرنشيال حقكم عشان تمشوا سيستماتيك، حتقولوا عندنا سنترال كوز وعندنا بريفرال كوز وعندنا ميتابوليك. طيب السنترال كوز اللي هو اخذناه خلاص الاتاكسيك تايب، سنترال يعني قصدك سنترال نيرفس سيستم، اتاكسيك تايب. البريفرال كوز كتير مرة، لكن اللي يهمنا منها GPS دوشين ماسكولر ديستروفي و الترانزفيرس مايلايتس أو مايلايتس. تمام ترانزفيرس مايلايتس. طيب في حاجات تانية ما هي داخلة في التصنيف في السنترال لا في السنترال حيدينا أبر اوكي خلاص بس. وميتابوليك اي حاجه ميتابوليك في الحياه، يعني مثلا بيجيكم بهايبرناتريميا او هايبوناتريميا هايبوغلايسيميا هايبرغلايسيميا اي حاجه ميتابوليك ممكن تسوي لنا هايبوتونيا او هايبرتونيا. تمام حسب السيفيريتي والسيمتومز حقتها، فما يهمنا الميتابوليك، لكن اللي يهمنا هذولي الثلاثه. وبعدين في اثنين ديفرنشيال ثانيين. لما نيجي نتكلم عن الجي بي اس ايش الكلوز حقته اللي حتلاقوها في السؤال، يقول لكم والله اذا البيشنت بدا عنده الويكنس من اللور ليم في كل الرجلين وتطلع على فوق، فهي سيمتريكال ويكنس وكمان ascending ويكنس. تمام يعني من اللور ليم طالع على فوق بعدين تلاقوه، وكمان ايش عشانها ascending فهي progressive. فاكرين الشروط حقت السي بي اللي من البدايه لازم تكون نان بروجريسيف، اذا لقيتوا بروجريسيف على طول فكروا في جي بي اس، وحتى الدوشين حتلاقوه بروجريسيف. تمام المهم انه بروجريسيف. طيب هذه الجي بي اس. ايش كمان الكلو في السؤال عشان يفرق لكم بينهم، يقول لك قبل اسبوعين مثلا قبل 2 ويكس ده البيشنت كان عنده GI ايوه يا GI يا GU جينيتوريال او طبعا UTI gastroenteritis. طيب ايش الاورجانيزم يا شطار؟ ايكولاي. طب تعرفوا انه الايكولاي الا لها يعني، بس الايكولاي دائما بتيجي مع UTI ونادر المرة إنها تسبب جي بي اس صح؟ ما إيش قصدك هذه؟ إتش باكتر. هي مو إتش باكتر، هي كامبيلو باكتر. طيب كامبيلو باكتر ما أدري إذا كان الاختصار حقه إتش باكتر يمكن. طيب المهم هي كامبيلو باكتر كامبيلو كده أظن. طيب الكامبيلوباكتر هذه بتسبب مرض ديزيز كثيره، يعني انتوا حتروحوا درستوا اي ثينك في روماتولوجي الاكتيف ارثرايتس صح؟
اللي هو كانت بي كانت سي كانت كلام أتري الثلاثة ترياد هذه حقت رياكتيف الثلاثة برضو بالكمبيلا باكتر تمام. فهي تيجي هنا تسوي لكم هذه البروبلم اللي هي انفكشن قبل أسبوعين وبعد أسبوعين تلاقوا إنه صار عنده جي بي إس. طيب هذه كلو في السؤال. طيب الجي بي إس is clinical diagnosis. طيب أنا ماشية مرة بسرعة عشان ندفرنشي يعني is clinical diagnosis يعني خلاص بالهيستوري تعرفه ما في انفستيجيشن خلاص حيقول لكم بالمية بالمية هذا جي بي إس. لكن إذا قالوا لكم إيش حتسوي انفستيجيشن حتطلبوا سي إس إف لأنه في النهاية الجي بي إس هي فكرته إنه الإميون سيستم بعد ما أتأثر بالكمبيلو بكتير راح صار يضرب المايلين شيث في البريفري اللي هو مين السل شوان سل صح؟ فالمهم إنه شوان سل سلع ديسترويمن فهي المهم إنه إميون سيستم حنلاقي إنه البروتين مرة عالي. طيب في السي إس إف لكن ما هي ديفينيت. إيش التريتمنت؟ التريتمنت في الأكيوت أتاك إنه نسوي له حاجتين يا آي في آي جي يا بلازما فوريسيس. إيش قلتي؟ استيرويد صح استيرويد بس تاخذ وقت قبل ما تشتغل فهذه الأشياء مرة سريعة بلازما فوريسيس. طيب طبعاً الاستيرويد هذا التريتمنت حق الجي بي إس. أوكي كده تمام جي بي إس. نجي للي بعده دوشين ماسكولار ديستروفي. ايش مشكله الدوشين؟ ايش الباثوفيزيولوجي حقه؟ في جين في الكروموسوم 21 ايش ده الكروموسوم بيسوي؟ طبعا هي انهيريتد بروجريسيف انهيريتد فهذه خالف اثنين من شروط السي بي انهيريتد. طيب في الكروموسوم 21 اللي بيصير انه الجين هذا حق الديستروفين اللي موجود في المثل الديستروفين ده بيساعد على الكونتراكشن للمثل. طيب الديستروفين ما صنع بسبب هذا الميوتيشن اللي في ده الجين اللي صار انه المثلز حتكون مليانة فات بدل ما تكون مليانة ديستروفين. طيب فحيصير ما عندنا كونتراكشن طبعا الافكت مين البروكسيمال مثلز بروكسيمال وصل فهتلاقوا إنه عنده بروكسيمال مسل ويكنس يعني ما يقدر يقوم من الكرسي ما يقدر يقوم من الأرض فيقوم الحركة اللي يسويها عشان يوقف إنه يبدأ يتركز على كل شيء حوالينه ويتركز على رجله ويتركز على ركبته حتى يوقف يعني ياخد سنتين قبل ما يوقف هذا الطفل. إيش نسمي هذا الساين اللي هو إنه يتركز على كل شيء لين يوقف؟ جور ساين. جور ساين بالضبط. فهي الجور ساين خلاص على طول إذا لقيتوها بالاسم أو لقيت الوصف حقها هتقولوا هذه دوشين ماسكولار ديستروفي. طيب الدوشين والجي بي إس كل الاثنين بروجريسيف اللي خوفنا منها إنها هي زي ما قلنا أفكت المسلز والنيورونز البريفري فممكن الريسبيراتوري نيورونز والمسلز هي اللي تتأثر فحتلاقوا البيشنت يجيكم من طوارئ بريسبيراتوري فاليير. فهي دي المشكلة الصعبة اللي إحنا نحاول نعالج يعني prevent من البداية إنه ما يجي له respiratory failure لأنه حيموت من هذه. طيب طبعا صح في الدوشين كمان في حاجة تانية اللي هي هتلاقوا زودو hypertrophic calf muscle إنه تلاقوا الكاف مثل مرة كبيرة hypertrophic بس مليانة إيش مليانة فات مرة ما فيها ولا شوية dystrophin. طيب definite diagnostic test is muscle biopsy. طيب التريتمنت للدوشين ستيرويد. التريتمنت للدوشين ستيرويد. اوكي خلاص كده خلصنا الدوشين. طبعا هو اكس لينك مو مهم اكس لينك ريسيسيف يعني تايب اوف انهيبيتور. طيب الترانسفيرس ملايتس هي انفلاميشن فين في المايلين شيث لكن ايش فرقه عن الجي بي اس كلهم الاثنين انفلاميشن لكن في المايلي في الجي بي اس انه المايلين خلاص يصير له ديسترويمنت ويروح مع السلامه فخلاص يعني زي البير من الدمج لكن في المايلين شيث از ترانزيت الكلمه هذه مره مهمه ترانزيت حيقولوا لكم إنه هذا البيشنت
زي الجي بي اس، جاله ريسبيرتوري تراكت انفكشن قبل اسبوعين، وبعدين فجاه بدا عنده مثلا ما ويكنس، ما هو قادر يتحرك زي كده، نفسه بالقوه يقوم اي حاجه. طيب طبعا لازم يكون عنده هايبوتونيا لانه كلهم لور موتور. بعد مثلا كم يوم خلاص رجع نورمال، خلاص الكيمياء بس ترانزيت. طيب في البداية عشانها ترانزيت، حتلاقوا في البداية يكون عند البيشنت هايبو ريفليكسيا، بعدين يتحول لهايبر ريفليكسيا. هايبر هي الفكرة، بس انفلاميشن في المايلين شيت. فكان في البداية صار له هايبر ريفليكسيا لأن المايلين شيت إز انفلاميتد دحينة، بس بعد فترة لما خلاص يبدأ يرجع للطبيعي والمايلين شيت يرجع يتكون من جديد، خلاص يرجع البيشن الطبيعي لين يوصل لمرحلة الهايبر ريفليكسيا. طيب عشان نحفظها، إيش التريتمنت؟ ستيرويد، خلاص كلهم ستيرويد ستيرويد. طيب كده خلاص خلصنا دي الديفرنشيالز، بقي اثنين ديفرنشيالز حتجيكم بأبر موتور برين تيومر، والثاني إنه البيشنت يكون عنده سيكل سيل ديزيز وجاكم بكمبليكيشن للسيكل اللي هي زي الستروك. تمام، البرين تيومر إيش السيمتومز اللي حتقول لكم؟ إيش البيكرز؟ الهيدك. صح، البرين تيومر تجيك بهيدك. طبعا vomiting هي اول شيء، ايوه vomiting بالذات صح في المورنينج. ايش كمان؟ كوشنج ترايات الديما، كوشنج ترايات ترى مرة ادفانس، يعني لو جاكم بيشن بكوشنج ترايات خلاص هذا مودع يعني على المعلى. طيب ف يعني احنا طبعا نحاول انه نمسك الديتكت البيشن من قبل لا يكون بكوشك الصح. طيب فدل احنا شوفوا ترى التريبرا بس زي ما قلنا الاساس اول سيمتوم يجيكم بي اللي هو الويكنس، فلو جاكم في الاختبار بيشنت بي ويكنس يقول لكم اعطونا الديفرنشال دايجنوز، حتعطوه كل شيء قلناه في المحاضره. فيعني برين تيومر كمان حيكون الاول شيء جا يعني اللي جاب الطوارئ هو سادن ويكنس، والويكنس هذا بروجريسيف عشان التيومر قاعد يكبر. وكمان حتلاقوا انه مع التيومر عشان انه في سبيسيكو باينج ليجن، حتلاقوا معاه هيديك بروجكتايل فوميتنج والهايبرتونيا لانه ابر موتور. طيب يا هند الحين حراجع المعلومه هذه اللي قلتيها. طيب اذا قالوا لكم ايش النكست ستيب، جابوا لكم هذه العلامات، ايش النكست ستيب؟ حتسووا فندوسكوبي، لا تنسوا فندوسكوبي عشان تشوفوا ايش، عشان تشوفوا البابيل ديما بس اللي هي انه ايديما في الاوبتيك نيرف. طيب ايش الديفينيتيف تيست اللي هو السي تي؟ خلاص على طول في السي تي حيبان لنا التيومر نفسه. تمام، ما يسألوا في البرين تيومر عن إيش حتسووا وإيش العلاج وإيش المدري، لكن أهم شيء إنه تعرف إنه هذا برين تيومر عشان تختاروا الدياغنوزز. جانا السؤال بس what is the diagnosis، بس الأخير اللي هي سيكل سيل ديزيز. طيب حيجيكم بيشنت برضه بويكنس، تمام. طيب كيف حتقولوا إنه هذا سيكل سيل؟ لازم يكون ما عنده فيفر، قالوا يعني إذا قالوا لكم في السؤال إنه عنده أنيميا خلاص خير وبركة على طول تقدر تفكره. طيب لكن إنه مثلا عنده فيفر عنده كف، فهذا إيش يقول لنا إنه عنده فيفر وكف؟ acute chest syndrome صح؟ acute chest syndrome والستروب كلهم complication للسيكل سيل. طيب إيش المانجمنت لو كان سيكل سيل ديزيز؟ إيش المانجمنت وجاله ستروك الحين هذه الويكنس بسبب ستروك بسبب السيكل سيل؟ إيش أظن أخذتوا سيكل سيل ديزيز، إيش المانجمنت؟ blood exchange يمكن.
blood exchange. طيب شوفي احنا في البدايه blood transfusion. Transfusion. متأكد هذا مع السيكل سيل ولا مع البيتا ثلاسيميا؟ طيب شوفوا احنا حنبدأ في التريتمنت لازم نبدأ ABC لانه هو جاينا بستروك فهذه emergency. فاللي قالت هايدريشن وفاء شاطرة. اول شيء حنسويه هايدريشن لانه المشكلة اصلا ايش اللي يدخل البيشن في كرايسيس في السيكل انه dehydrated ما يشرب موية فتبدأ الهيموغلوب RBCs تصير سكل طيب وتروح تسوي استك في هذه. فالمهم أول حاجة هيدريشن. الهيدريشن لازم يكون دبل مينتنس. يعني إحنا لما نحسب المينتنس أخذت الفلويد الإلكترولايت في الفلويد حقت البيضية. المهم لما نحسب المينتنس اللي هو بحسب وزن الجسم نضربها في 2 عشان لازم أجريسيف ديهايدريشن للبيشن. طيب بعد الهايدريشن طبعا احنا قلنا انه جاي بكف وفيفر فهذا البيشن ممكن حيدخل في اكيوت شست سيندروم في اي وقت وريسبيرتوري ديستريس خلص حنبدا له اوتو حنبدا له انتي بايوتكس. من الانتي بايوتك اللي من يوم ما نشوف بيشن سيكل سيكلر وعنده فيفر على طول نبدا له ده الانتي بايوتك. مين قاعدين نراجع على طول يعني السيكل سيل ديزيز كمان. يلا عشان يجيكم لما يجيكم في الاختبار تعرفوا تحلوا. ممتازة يا غفران طلال صح إنه مدام عنده ACS لازم نعمل له blood exchange صح. بس إحنا يعني ما قلنا إنه دخل الـ ACS لكن يعني الـ ACS كيف تكونفيرم بشست X-ray لازم تشوفي إنه في عنده new bilateral infiltrates تمام حتى نقول إنه هذه ACS. ولكن زي ما قلت أنا عنده هنا بس fever وكف فهذه يعطينا كلو بس يعني مش إنه ممكن يكون ACS. فالصح إذا كان عنده ACS على طول حنسوي له blood exchange. السؤال يقول إذا كان سيكلر وجاله فيفر إيش بالضبط التريتمنت إيش الانتيبيوتيك حيكون سيفتراكزون اللي داخل بحساب معلمة فأنت شاطرة. طيب السيفتراكزون هو نعطيه بدون ما نعرف إيش الأورغانيزم تمام. طيب حنعمل blood transfusion blood عادي يعني transfusion. طيب بس فاكرين في السيكل يلا عشان نراجعها مرة واحدة لسه عندنا كده 20 دقيقة. في السيكل سيل ديزيز blood transfusion لها 4 indications لازم تكونوا عارفينها. إذا ما لقيتوها في السؤال فما حتسووا transfusion. الـ ACS هذا أول واحد منهم سواء blood transfusion أو exchange للـ ACS. لكن البقيين الثلاثة ترى بس transfusion. إيش وإيش وإيش عارفينها؟ هو الهيموغلوبين صح لكن مو إنه أقل من 8. حنشوف حاجة في الهيموغلوبين يعني ما يهمنا السيفيريتي حقة الأنيميا إلا إذا طبعاً دخل في كرايسيس اللي هي أبلاستيك أنيميا أو حاجة أو هيموغلوبين اس اذا كانت مره عاليه كم عاليه اي جس ما اعرف اكثر من 40 شاطره اكثر من 30 فاول انديكيشن اكثر من 30% هيموغلوبين اس هذا حنسوي له ترانسفيوجن على طول. حاجه الثانيه زي ما قلنا اس اس. حاجه الثالثه حالتنا هذه اللي الحين جايكم بويكنس ستروك ايوه الستروك حنسوي له على طول ترانسفيوجن هذا البيشن طبعا بعد الهايدريشن وبعد كل شيء. ايش كمان اخر حاجه اللي هي البريابيزم. عارفين البريابيزم صح؟ يب اوكي اوكي. فكده خلصنا المحاضره قلنا الديفرنشيال قلنا ايش هو السي بي. في اي سؤال على الديفرنشيال؟ طبعا بقية السلايدز كانت يعني كلها صور ويقولوا لكم انه شوفوا هذا البيشنت عنده كذا وما عنده كذا. طيب تقدروا تقروها حلوة الصور. طيب في اي هذا لحظة لا تشردوا ترى في مسابقة لسه في عندي 20 دقيقة.
طيب عشان لا حد يقول إني حشرته وكذا. بس اثنين اتبرعوا، كل الاثنين حيكونوا فايزين في النهاية، بس إنه اثنين اتبرعوا إنهم يجاوبوا معايا الأسئلة اللي حقولها. بشرى أنا أبغى أجاوب. استنى خلينا نشوف أنت مين؟ أنا يمنى. طيب يمنى، بعدين بعد لما أرجع قولي لي أنا حشرتك وأنا مدريش. طيب ترى من أول طول المحاضرة وأنا قاعدة أفك المايك وأجاوبك، بس شكلك ما عرفتيني. إلا بس أنا ملخبطة بينك وبين شهد، المشكلة ما يطلع على اسم. طيب يمنى ومين؟ أقول غفران ولا شهد؟ يلا أنا معي. مين أنتي؟ غفران طلال. طيب غفران طلال، تمام. الله. طيب شوفوا المسابقة كالتالي، حسأل كل واحدة منكم سؤال، حتجاوبني في 5 ثواني. طيب إذا ما هو يعني الإجابة حتكون كلمة واحدة كلمتين زي كده، إذا ما جاوبت السؤال ينتقل إلى زميلتها الأخرى، والثانية إذا جاوبت حتاخذ النقطة. طيب 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 فالسؤال الأول موجه إلى يمنى. طيب قولي لي the common type of CB. يلا TB. خلص الوقت. دقيقة، وإيش ليش قلتي TB؟ إيش دخل TB؟ CB CB CB. طب والله ما سمعتك مرة. طب يلا بسرعة، يلا قولي. ايش السؤال الثاني؟ الكومن تايب. انا قلت حجاوب. خلاص هو السباستيك اللي هو اول واحد الدايبليجيا. بالضبط شاطره، يلا نعطيها نقطه عشان لا تزعل. نشوف غفران يومنا. غفران طيب غفران اعطيني اوكي، هذا بيشنت جايك بويكنس في الفور ليمبس كلها بلس الترنك، طيب وعنده هايبرتونيا، وير از ذا ليجن؟ هذا اللي هو آخر نوع كوادربليجيا. صح. تاني الكبسول. لا ممكن تاني الكبسول، هي زي النوع الأول اللي هو. أيوه. عدت 5 ثواني. جالس أجاوب. طيب. طيب. فين؟ في البارافنتريكولر أريا. هو زي الأول. بالضبط صح، ممتازة، في اللي هي في البرين ستيم، تمام. أعرف البرين ستيم، تمام. كلكم اثنين أخذتوا نقطة. طيب يلا يومنا، هذا بيشنت جايك بويكنس، بيمشي من الفيت توني، ودحين صار عنده ريسبيرتوري سيمتومز شورتنس اوف بريث، ايش التريتمنت؟ جيب هو هذا جي بي اس، حنديله ستيرويد. وش كمان؟ امينو جلوبين. وكمان اكسشينج. صح ممتازة، تنجو بلازما. أيوة شاطرة. طيب يلا غفران، طيب هذا بيشنت برضو جايك بي وايد ستيبج جيت سباستيسيتي وهايبرتونيا وعنده سدن يعني سدن ويكنس وهيديك ودبل فيجن، طيب ايش الانفستيجيشن اللي حتسويهم هما الاثنين؟ سوي مراي. اوكي وش كمان؟ لا مو سيتي، سوي مراي هي الوحيدة عشان تسوي الديكنوز. طيب يا حبيبتي يا ممكن البي. طيب شوفي البي هنا لو قلتيها وربي في الهوسكي ايش تسوي لك الدكتور؟ خلاص ايوه اسمع حديك، والله لو انت قلت الشيء الثاني كان اعطيتك نص نقطه، بس لا ما حددت نقطه ثانيه. ايوه لا استني خليني اجاوب على السؤال. طيب هذا البيشنت جايك بي وايد ستيبج جيت، انت حتفكر انه ممكن يكون سيربيلم صح؟ سيربيلم. انت انا بدي اجاوب يا بشرى. نسيت. طيب يلا قولي. هو عنده انتكرينيا بريشر صح؟ ايوه، وما اعرف اللي هو اوكوباينج ليجن. المهم فاحنا حنسوي له سي تي، وثاني حاجه هو عنده بابليديما فحنسوي له فندوسكوبي. ممتازه. طيب خليك نقطه. خلاص هو نفس ده الكلام، بس عشان تركزي انه في عنده وايد ستيبج جايت تحسبي سيربيلم، لكن عنده سباستيسيتي وعنده هايبرتونيا، فهذه ابدا مو سيربيلم. سيربيلم يجيكي بهايبوتونيا.
تمام؟ تمام. وكما قلنا إنه عنده سكوينت وعنده دبل قصدي هيديك، فخلاص هذا على طول تفكرين إنه ممكن يكون تيومر. أيوه. تمام. طيب تمام. السؤال اللي بعده ليمنى طبعاً، عشان اللي قبل شوي كان سؤال أخر. طيب قولي لي إيش هي شروط السي بي الثلاثة؟ شروط السي بي الثلاثة؟ إيش يعني شروط؟ مسألك ما هو واضح دقيقة. يعني إيش تعريف السي بي؟ تعريف لازم ثلاثة. أول حاجة يكون non progressive و non inherited و resistant. في حاجة resistant دقيقة. أيوة صح صح صح. resistant weakness أو permanent كلها أيوة نفس المعنى. ممتاز. طيب آخر سؤال لغفران. واحد جايك برضو ب weakness في lower limb with قسمات shortness of breath، يعني قسمات symptoms كده قسمات symptoms. طيب تمام. ولما سويتي له examination لقيت انه عنده hypertrophic calf muscle. طيب تمام. ايش ال definite diagnostic test؟ إني أسوي بس البيوبسي. ممتاز. والتريتمنت حيكون استيرويد. ممتازة شطار يا بنات. طب خلاص يمنى وغفران فايزين بس والله. الله يديك العافية. طب حتوصل لكم هداياكم إن شاء الله. الله يعافيكم يا رب. مريا شكرا على الحضور الكثير. مريا كده فرحانة أحسك إني دكتورة في الجامعة. الله يديك العافية. يعافيكم يا رب. يلا تصبح على خير. إذا في أي سؤال شايفين هدول البنات كلهم عندهم رقمي، عادي خذوا رقمي من عندهم وأسألوني. تمام. الله يسعدكم يا رب. الله يعافيكم وعفوا ولا شكر على واجب. مع السلامة.